العافية استراوي، كنت محتاجاني في حاجة؟ ايه؟ انت كنت رايح فين يا ابو العين؟ انا كنت رايح اشوف لي ولاد. ايوه وحشوني. رايح تشوف الولاد بسكينة يا ابو العلا؟ انا رايح للعمدة، انا لازم اسيح دم الراجل الفاجر الكافر دي. يا لهوي، استنى يا راجل، انت استنى يا ابو العلا، اهدى اهدى يا راجل. راجل؟ انا راجل؟ هتودي نفسك في داهية يا ابو العلا. انا عايز اعمل كده، انا عايز اقتله 1000 مرة، بس عارف انني مش هقدر. بصحيح ايوه مش هقدر، انا لي جبال وما نحسبش في الرجالي. ما تقولش على نفسك كده، ده انت راجل وسيد الرجال. بس اسمع كلامي يا ابو العينة، وانا هخليك تدوس بمداسك ده العمدة عتمان واللي زيه. كلام وهيفيد بيه الكلام يا استراوي؟ الكلام بيزود النار وبيفتح الجرح وبيدوس عليه وتنه وينفخ في غيظي ويحط في راسي خيالات واوهام اني بنتقم من العمده وبسوي فيه الهوايل. وبعدين افول الدنيا وافتكر الحقيقي هي انني لا حول لي ولا قوه، وان العمده دي واللي زيه هم دول الناس اللي تقدر، اماني والناس الضعفاء اللي زيي احنا اللي مقدور عليهم، احنا اللي بننداس ونتناب ونتهان، واحنا اللي بنسكت. بس يا ابو العلا، بس العلا كفايه، قطعت قلبي. اللي بقوله لك ده لا هو خيالات ولا احلام، بس انت اسمع كلامي. انت طالع بنت التوهيه، فين الكردان؟ وحياه النبي والنبى النبي، اللي ما هتطلع الكردان اللي هكون بعتكوا على الحجز واخلي الغفر ينزلوا فيكم ضرب كده لغايه لما يكسروا لكم عظامكم. فين يا بنت انت وهي الكردان؟ وحياتك يا ست حفيظه، ما نعرف حاجه، الست فهيمه طردتنا بره الاوضه. ايوه، وقالت ليني محدش يدخل هيني الا لما اقول لكم. هنقول لها ايه يعني يا ستي؟ خرجنا وسبناها وياكي في الاوضه. هي ما فيش غيرها، دي اللي قالت اللي ايدي مش طايلاه من عتمان امد ايدي واخده من حفيظي. وحياه امك يا فهيمه الكلب اللي اكون مطلعاكي بلاوي زرقاء سودي، وهفضحك فضيحة اللحمة اللي في السوق، وهقول للناس كلته ان هي حرامية. طب الحقي بقى، روحي بقى شوفي بقية الذهب وتممي على الصيغة والحاجة، لا تكون خدت حاجة تانية ويا الكردان. يا مصيبتي الحقي، مش يا بنت التوهية من هنا. خدي يا بنت، خدي خدي يا بنت. لا مش انت، مش انت، تعالى انت. ايوه يا حضرة العمدة، انا جعان يا بيت. عايز تاكل ايه يا حضرة العمدة؟ ده في فراخ وملوخية ده انا عايز اكلك انت اكل كده. عم ماما بقول لك ايه، تعالي جوه كده وريني فيها ايه. تعال علي، ما شفتش الحلاوه دي بالجمال دي؟ لا يا ماما، دي إيه؟ وريني بقك كده، اسناني وجعاني. امال انهي دكتور سنان؟ وداني كمان. انهي دكتور وده؟ يا ها،
وريني بس وريني بقك. سناني ووداني وجعيني يا عمدي. ايه يا اختي؟ سناني ووداني. اني دكتور سوداني. ست حفيظه تيجي. تعالي بقولك ست حفيظه تيجي يا عمدي. سيبك من حفيظه خليكي معايا يعني. اني اللي تركزي معاه وسيبك من حفيظه خالص. ست حفيظه يا بنتي سيبك منها تقول حفيظه في دهني. لا يا عمدي مع بعضينا كده عشان انا عايز اقول لك كلمتين كده. بتعمل ايه يا عرة الرجاله؟ وانت بتعملي ايه يا بنت عم؟ تعالي هنا. لا يا ست. يا بنت الكلب يا بنت الكلب انت خلي بره. انت رايح في المنزل. يا بلدي يا بتاع النسوان انت ما بتتعدش. يهدك ربنا يا شيخ. اتفضل يا عمده. اتفضل يا خطوة عزيزه. اتفضل عثمان. يا اهلا يا مرحب يا اخويا. اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل اعملي الشاي يا بنت بسرعه. ماليش لزوم الشاي. اقعدي يا فهيمه انا عايزك. خير يا عثمان؟ لا مش خير يا فهيمه. ليه يا عثمان؟ انت مش جاي عشان نتصفى؟ ايه يا خان اتصفى بس بعد ما تصفي انت السواد اللي في قلبك انت ومراتك دي. احنا يا اخويا اللي جوانا صافي والحمد لله. طب يا اختي الحمد لله. شوف بقى انا ما رضيتش يعني استغل اللي حصل ده واكبر الحكايه واشيل في قلبي واعمل لكم فضيحه. انا قلت انا الكبير برضه وانا العمده والكبير يعرف الاصول. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ ما تتكلم دغري. فين الكردان يا فهيمه؟ كردان؟ كردان ايه يا عثمان؟ الكردان اللي مراتك خدته من صدر مراتي. كردان ايه يا ابو كردان؟ ده انا لو قدامي مال الدنيا كله ما مد ايدي على حاجه حرام. الكردان قال. لا تقولي عليا يا بنت. يعني انت ما استغلتيش فرصه ان البنت حافظه مسور ورحت سالت الكردان من صدرها وهي مغمى عليها؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بقول لك ايه؟ انا صبرت عليك كتير وصبري طال. قومي يلا فرجينا على الكردان. كده كتير قوي يا عثمان والكل طفح. وشوف بقى مش كل الناس تاكل حرام وتحطه في جوفها ولا كل الناس تمد ايديها على حاجات غيرها زي حفيظي. وهي الحق عليها فهيمه ما سابتش حفيظه تموت. طب بتقول ايه يا ولا؟ اسمع بقى الكردان ده لو ما ظهرش انا مش هقول لك انا هعمل فيك ايه انت والحراميه دي. هقول لك انا هعمل ايه؟ لا انا مش هقول لك. انت بتزعل ابويا ليه يا راجل انت؟ يلا انكشف من هنا بدل ما اديك بالشوم على دماغك افتحالك. بس يا واد بس ما تعليش صوتك. عيب عيب يا ابن يا ابن الايه يا ابن علوان. ماشي. دهب دهب ايه يا امبو دهب؟ ده انا عندي دفر العيل بمال قارون الدنيا كله. مصلك ما جربتيش وما تعرفيش. يعود مايل لا قايم ولا طايل. يعود ناشف في سجره رخرف فيها السوس ما ينفعش يتقلي على من الجدور. وحياة امك لحبايتك في الحجز يا بنت بيعت الدود يا حرامية. ههر يا اختي ولا ههر ولا هخاف منك. بكره يا حبيبتي تموتي انت والتور اللي سحباه معاكي. واخرة المتين فدان هو متر في متر تربه حر جمر نار طايق من جنبها شرار. وهنقعد انا وولادي وهناخد كل حاجه كده ولا هنترحم عليكي. ده على جثتي. طب ما هو على جثتك يا حفيظه ان شاء الله. ان شاء الله انت وعيالك وجوزك في شطه واحده. هتعمل ايه المشطف اللي مضروبه بالبلطه؟ وبكره تموت يا كتكوت توت توت. بكره تموت يا كتكوت. بس عندك هنا يا عم عز. تسلم ايدك. ايه يا بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا شيخ مبروك. حسب الراجل خليه يمشي. ده راجل صاحب عيال وصاحب عله. حسب الراجل ايه؟ هو الشيخ مبروك عاد حيلته حاجه؟ ما انت فلستني يا اختي. خد خد يا اخويا نص فرنك اهو. تشيل الحاجات دي تنزلها تدخلها جوه. يلا. لا هو مش هيشيل حاجه يدخلها جوه. انت اللي هتدخلي الحاجه لحد جوه. جرايه يا فاطمه. الا مش كفايه شيلت الحاجه من المحطه لغايه ما رصيتها على ظهر العربيه الكارو وانت عماله تقولي لي ما تبارك بك يا شيخ مبروك. ما تبشر بك يا شيخ مبروك. لا يا اختي لغاية كده وخلاص. هو ايه ده اللي خلاص؟ وبعدين نص فرنك ايه اللي بتديه للراجل الغلبان صاحب العيال والعله؟ ده ايه الفقر ده؟ خد يا راجل انت جريه بحاله اهو يا عم عز. تروح تجيب لعيالك كل اللي نفسهم فيه. ان شاء الله يخليك يا ست. وانت يا شيخ مبروك يلا يا اخويا همتك معايا كده. نزل الحاجه. انزل حاجه. جنيه جنيه. لا حول ولا قوه الا بالله. ده العمده هيخرب بيت. خدت الجنيه يا عم عز
طب يا اخويا بالجنيه اللي خدته دي عايزك تنكت العربيه دي وتنزل الحاجات اللي فيها تدخلها جوه وترصها في مكان. جرى ايه يا شيخ مبروك؟ ما تخلي الراجل العليل ده يروح لعياله. ايه ويلا هات الحاجه وتعالى ورايا، ده اللي عمل جميل يتمه لا تموت امه. بلاش تمنع عني البركه. ده عمل جميل يتمه لا تموت امه، واللي امه ماتت ما يتموش. يا اخويا تعال شيلني يا اخويا شي. يا اخويا يا ساتر يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. مش كفايه بركه كده يا فاطمه؟ يا ساتر يا رب. بالذمة يتجوزها ويكتب عليها ليه؟ إذا كان كل يوم والتاني عندها جوي، لو إيه؟ عيني عينك كده. يا عم يتجوزها ولا تنه مقضيها زيارات؟ وكان حد قال له حاجة؟ آه يا بلد جبانة مخليه برطع. الناس كلها ساكتة وكله بيقول أربي عيالي. أوه وكيه راح يربوا عيالهم يعني؟ إذا كانوا ما عارفينش يربوا نفسيهم. العمدة هيتجوز فاطمة، أبو العيلة هو اللي مش تمام. طلقها بعد ما ربت له عياله. العمده كتر خيره، مش عايز يسيبها لوحدها كده من غير راجل. ايوه والله كتر خيره. واه العمده كتر خيره. لا صح والله الحق معاك. العمده كتر خيره، راجل طيب. خد البت من جوزها وطلقها عافيه عشان يتجوزها هو، اصله خايف عليها. خايف عليها من الفقر، وخايف عليها من ابو العيله. وبكره راح يجوعكم واحد واحد عشان خايف عليكم برضو، خايف عليكم من كترة الأكل. وبكرة راح ياخدوا فلساتكم وقرشيناتكم كلها عشان خايف عليكم من فتنة المال. أمال إيه؟ وراح يموت عيالكم كمان والله عشان خايف عليهم من المرض وخايف عليهم من الفقر. يا سلام، العمدة طيب صح وقلبه رهيف. قوم يا أنت وهو يا قوم يا اخي، ده انتوا بلد. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا عروس العمدة. الله يسلمك يا عمدة. يعني يا شيخ مبروك والله مانيش عارفة أقول لك إيه، يعني أنا بتشكر لك آخر شكر تعبتك معايا والله. ودي الكلام؟ لا لا شكر على أي حاجة يا ست فاطمة. مع إني يعني زعلاني. زعلاني منك خالص. لا زعلانه من ايه؟ كفى الله الشر. اصلي يا عمده بصراحه يعني انا ما لحقتش اشتري كل اللي نفسي فيه. الشيخ مبروك قاعد يستعوقني ويستعجلني ويقول لي يلا يا فاطمه يلا يا فاطمه، الليل هيليل علينا، العمده هيستعوقني. قمت انا بقى ما لحقتش اشتري اي حاجه من اللي انا كنت عايزاها. ليه كده يا زفت انت؟ اي والله عندك حق، والله زفت فعلا، لان انا بهدلت نفسي وفي الاخر ما فيش شكرانيه. أنا خلاص يا عمدة، أنا حاسس إن أنا هتشل. حاسس إيه؟ أنا اتشلت فعلاً. طب روح أنت، روح هات لي أجيب لك إيه يا عمدة وعمال تغمزني وتعمل؟ وأنا ماشي ماشي أنام أريح جتتي. السلام عليكم. طب يلا يا أخويا سلام. أنت يا راجل أنت اقفل الباب وراه. أهو بقول لك إيه يا عمدة، أنا عايزاك تاخد بالك وأنت بتحاسب الراجل ده. آه عشان ده راجل ضلالي وذمته واسعي، وانا كاتبه عندي وعارفه كل حاجه اتصرف فيها ايه واتجابت بكام. لازم انت تاخد بالك. الله يروق عليك يا بنت يا فاطمه. سيبك بقى دلوقتي من الحاجات دي، بلا فلوس بلا حساب بلا بيع بلا شراء. خليكي معايا انا. بقول لك ايه، غمض عينك كده. وانا غمض عيني ليه وانا بكلمك يا بنت؟ بس غمض عينك. مانيش مغمض عيني يا عمدي، ما تقول انت عايز ايه. غمض عينك بس وهتشوف. الله، ما قلنا مش هغمض عيني يا عمده، ما تكلمني زي ما بكلمك. يا بنتي مش هعمل حاجه من اللي في بالك والله. ايه والنبي، انت هتفضل تتسحلب وتتدحلب لحد ما تعمل اللي في دماغك واللي انت عايزه. يا بنت تعمل ايه؟ انا هعمل لك مفاجاه. غمضي. طب قولوا مقام السايح، ما انت عامل حاجه. طب غمضي وهتشوف. ايه ده؟ ايه ايه
يلا فتاحي بقى. ايه دي؟ دي شبكتك، خدي يا بيت. دي شبكتك؟ ايوه. قولي يا خيبتك يا فاطمة. ايه دي؟ يا نيلتك يا فاطمة. ليه كده؟ ليه؟ وانت مش شايف انت بتديني ايه؟ بقى انا يا عمدة تشبكني بحتة حلق ما يسواش تلات ابيض. تلات ابيض ايه؟ لا والله ده دهب عيار 21. يعني انت لما رحت عشان تخطب حفيظة جبت لها حلقة زي دي؟ ولا رحت جبت لها كردان تقلي كده عشان تغطي به صدريه؟ ورحت جبت لها خلخال عيار 21 عشان تحطه في رجليها المعرقبة المعفنة دي؟ بقاني تعمل معايا كده؟ داني فاطمة اخس عليك يا عمدي، اخس عليك والف اخس. لاني زعلان، زعلاني خالص. لا لا لا، هو انا ما يهونش عليها تزعلي ابدا يا بنت. تفهميني انت مش فهماني، دي مش الشبكه كلها، دي تقديمه بس، وبعد كده اخدك ونروح لاحسنها سايغ تنقي كل اللي على كيف. ماشي انا هاخده بس عشان من ايدك بس. وديني وما خلاص 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 بقى، يخرب بيت بقك. ايوه كده اضحكي كده. ايوه كده. يوه ايه يا بنت اهمدي كده؟ ما انت اوعى ايدك يا عمدي. اوعى ايه؟ اوعى ايدك بقول لك. يوه يا بنت استني بس، عايز استغفر الله العظيم يا رب. ما اهدي بس، انا عايز بس اقول لك غمضي بقك يا عمدي. مش هغبط حاجه. يوه غمضي بس، عايزك ما تبطل سهواتي بقى يا راجل. قول لي استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت مش كده يا بنت، فرحتنا على الفاضي يا بنت. انا مش على بعضي. انا يوه انا ماني على بعضك ولا مش على بعضك؟ قلت لك لما تتقفل علينا بيت واحد نبقى نعمل اللي انت عايزه. يعني كده هتسمعي الناس وتعادي صوتك وتلم علينا الناس؟ ايوه. وابعد ايدك عني، دي اللي عايزه اقطعها يا عمده بدل ما صوتها تلم عليك. خلاص 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 هبعد ايدي اهو، مش بايدي. تعالي بقى. بقول لك ابعد يا عبد الله. يا بنت اهمدي بقى، افهميني بقى. مانيش فاهمه حاجه. بقول لك مش فاهمان. استغفر الله العظيم يا رب. تعبان. ابعد عني. انا تعبان. انا بقول لك تعبان. انت مش حاسه بيا ليه؟ حس بيا. هو يا عمده اللي جوا. يا ابوي اطلع يا ابوي، ما تلبسناش تراب. الله. هاي اللي جوا. روح روح افتح الباب، روح افتح الباب. مين يا ابوي؟ موضوع ايه ده؟ حكايتي دي يا ابوي. لا اله الا الله، فيه ايه بس يا شيخ محمود؟ لمم علينا الناس ليه يا شيخ محمود؟ خلي الراجل العديم الدين اللي حداك ده يا فاطمه يطلع برا. استغفر ربك، استغفر ربك يا شيخ محمود. بقى انت تظن فيا الظن ده؟ أنا يطلع مني كده؟ أنت تعرف عني كده يا شيخ محمود؟ لا ما يطلعش منك يا فاطمة، لكن يطلع منه، أنا عارفه. استهدى بالله، استهدى بالله، الله لا يسيئك. تعال بس وادخل جوه وأنا هفهمك على كل حاجة. عشان خاطري يا شيخ محمود، استهدى بالله كده. استهدى بالله كده، ما تجرسناش وسط الناس. تعال، تعال وراي. فيه ايه يا زفت انت؟ ايه الفضايح اللي انت عاملها دي؟ انا برضو اللي عامل الفضايح. امال ايه يا جان دي؟ هيا جان لمين للناس يعني عمال تخبط وتجعر؟ فيه ايه؟ فيه ان وضعكم كده غلط، قعدتك معاها ما تصحش ولا تجوز. قعدت ايه يا اخوي؟ وضع ايه يا حبيبي؟ اديك دخلت اهو، شفت ايه؟ بص كده عروستي وبجهزها، وانت كمان جيت وانا لسه بجهزها. ده انت جيت في الوقت المنافس يا عمده. عايزين نقفل على الفضايح دي، الناس ملمومه بره، لو سمحت تطلع. يا سلام يا سلام، يعني انت لمم للناس بره وعايز تطلعني في وسطهم بالمنظر ده؟ طب يمين بالله لو ما خدتهم وغرته في داهيه لا يكون لي معاك كلام تاني. استهدى بالله بس يا عمده، استهدى بالله. فيه ايه بس يا شيخ محمود؟ ما انت دخلت وشفت كل حاجة بنفسك اهو، وما فيش أي حاجة غلط. شيخ ايه؟ ده مش شيخ ولا نيلي، ده واحد هربان من بلدهم، باينه مجرم ولا سارق له قتيل وجاي الدرى هنا. شيخ ايه وزفت ايه؟ تمام تمام يا حضرة العمدة، أنا لا شيخ ولا يحزنون. يا أخي اعتبرني راجل غيران على دينه وما يلدش عليه الحرام. حرام؟ حرام ايه يا شيخ محمود؟ حرام عليك انت لما تظن فيا الظن ده. ده ليه ما يطلعش مني العيبه؟ ايوه ما تطلعش منك العيبه يا فاطمه، لكن تطلع منه. لكن تطلع انت بره وتلم الحاج دول وتغوره في داهيه. امشي يا اله. وما مشيتش يعني؟
اما مشيتش طب اهو هخليهم يشيلوك مرابعه. يا لهوي بالي يا لهوي بالي، استهدى بالله يا عمده، استهدى بالله، دي ساعه شيطان وهتروح لحالها. احب على ايدك امشي يا شيخ محمود، احب على ايدك امشي امشي، دي ساعه شيطان امشي عشان خاطري امشي. والنبي أعوذ بالله، فور دم الله يحرق دمه. روح اقفل الباب. من يوم ما مات أبويا وأنا لا رحت لا يمين ولا شمال، كنت لما أشوف القطر جاي بيرمح من بعيد تاني وفطني استمنى نبقى جواي عشان نخرج بره الكفر نشوف فيه ايه. دي طلع الدنيا تانية، انت لساك متقدر يا ابو العلا، ده انا جايبك هنا يا اخويا عشان تفك عن نفسك وتراوي. بس فاطف فضفض يا اخويا وقول اللي في قلبك، ده انت تتكلم وياه كانك بتتكلم مع نفسك يا ابو العيلة. انا صعبان عليا نفسي قوي، ازاي سكتت وسلمت باللي حصل كده؟ ازاي ابقى راجل قدام نفسي؟ قلبي قايد نار ومش عايز يهدي، نفسي أشوف اليوم والساعة اللي أزل فيها عتمان دي، الثانية اللي أبص جوه نين عينيه وأني بذل حتى إن كان فيها موتي. بعد الشر عليك يا أخوي، بس هيحصل وحياتك عندي لا يحصل، وأخليك عمدة الكفر اللي تندم، وأخليك كمان تحط مداسك في حنك أجعصها واحد فيك يا كفر. بس الصبر يا أخوي الصبر. أنا أجيب منين الصبر دي يا استراوي؟ أصبر وأنت تنول اللي في بالك، أصبر يا أبو العلا، ده أنت ما تعرفش غلاوتك عندي قد إيه. زمان وأنا صغيرة لما كنت بتشتغل مع أبويا بالنفر في الأرض، لما كنت بشوفك كان قلبي بيدوم. أيوة والله كان بيدوم، كان بيدوم قوي، بس كمان كنت بقدر لما كنت بشوفك واقف مع فاطمة. عارف ليه انا اتجوزت واحد اكبر مني وغني؟ عشان اخرج بره البلد مشوفكش متجوز واحدة غير. بس حتى وانا بعيد ما كنتش بتروح عن بالي. يلا إلهي ما يرجعها أيام. خلاص يا أبو العيلة، فاطمة اتاخدت منك وبقت لغيرك، فكر في نفسك وعيش الدنيا، ده القدر والنصيب. تتجوزيني يا راوي؟ يا دي الناس، اطلع اولعلك في الناس عشان تعرفي ان مفيش ناس. جرى ايه يا عمده؟ وبعدين ما احنا الغلط ركبنا من ساسنا لراسنا، والناس مش غلطانين. انا كنت عايزاك تمشي يعني عشان انا بصراحه عايزه اريح شويه. ايوه امال ايه، تعبت من كتر اللف والدوران في مصر. ماشي انا همشي، مش عشان الناس، لا عشان انت اللي قلتي. بس قبل ما امشي بقى يعني مفيش بوسه كده ولا كده؟ يوه يا عمده عليك، يا ساتر يا رب، اما انت عليك شويه حركات. يا مصبر الصبر يا مثبت العقل، كل ما اقول هانت وخلاص قربنا الاقينا بعيدنا. امتى بقى يا بت اغمض وافتح كده الاقيكي جنب مني على السرير؟ كله باوانه يا عمده،
وبعدين ابقى اتصبر بحفيظي. ايه سدت النفس دي؟ قالني يعني كنت ليه عندك طلب. انت تأموري. يعني ينفع تبعت لي البت حمديه يعني تساعدني في تستيف الهدوم اللي جوه دي والحاجات اللي انا جبتها يعني لا تخسر؟ اشمعنى حمديه يعني؟ ما البنات كتير، ابعت لك ايتها بنت تانيه. اه قول كده بقى انت خايف لحفيظه تعرف وتقندل عيشتك. لا 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 حفيظه انا ما بخافش من حد. امال ايه؟ اسميه ايه دي؟ في ايه يا بت؟ انت لسه شايله من ايه؟ ما خلاص فشيتي غلك فيها وانتهينا، لسه قلبك اسود؟ لا يا اخويا انا قلبي مش اسود، انا بس كنت عايزه اجيبها هنا يعني عشان عايزه اعرفها مقامها بالمحسوس، عايزاها تفهم ان هي خدامتي وان انا ستها. وبعدين ما تخافش انا مش هعملها وحش، لا ده انا هعملها احسن معامله عشان خاطرك انت يا عمدي، ولو جت اشتكت لك مني يبقى لك حق عندي، بس انت سايق عليك النبي تبعتها لي عشان خاطر فطومه. هبعت لك واحده تاني. يوه أماني بطلب منك الطلبات دي كلها من قبل الجواز بتقول لي لا، امال بعد الجواز هتعمل فيا ايه امال؟ انت بس اتجوزيني وشوف انا هعمل فيكي ايه يا بنت. يوه يا عمدي، هو احنا اللي هنعيده هنزيده عشان خاطري لازعل منك؟ هزعل والله. خلاص خلاص قلتي امتى هفاضي. مطلع الفرفر وقلت له اسمع يا جدع، انت لو ما اتكشحتش من قدامي دلوقتي حالا انا هديك بالكف على وشك. قام خاف ومشي. الله الله يا سلام عليك يا عمدي. ايه؟ ما هو برضه راجل سيم، اعوذ بالله من عباده يا عمدي. بس برضه البت فاطمه ما سكتتلوش، قالت له انت مالك انت؟ وانت ايه يعني انت تكون؟ ده يعني واحده وخطيبها وقاعدين مع بعضيهم وبيحبوا بعض وانت مالك انت؟ حرام ايه وحلال ايه؟ امشي يا راجل انت. يا سلام يا سلام، بقى فاطمه قالت لي امشي يا راجل انت. البنت بينها وحبيتني يا مبروك. والله العظيم انا خوفي من فاطمه دي اكتر من خوفي. بس 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 انا مش فاهم انت ليه قرش ملحتها كده. والله يا عمده لا قرش ولا بالح، دي اساسا هدت حيلي في المشوار اللي انت بعتني معاها فيه دي. شيل يا مبروك، حط يا مبروك، حمل على العربيه الكرو يا مبروك، بتبارك بك يا مبروك. يا عمده ده انا مش قادر اقف على حالي ولا قادر اصلب طولي، يمين بالله العظيم لولا الميعاد اللي بيني وبينك دي ما قمت من فرشتي غير بعد صلاه العشاء. ايوه ايوه بقى اقول كده، انا كده بقى فهمت انت بتقول كده ليه. فهمت طبعا. ايه ودي يا بنت انت ايه تروحين على فين كده؟ مروحين يا عمدي. هو رايح على الدار، انا رايحه للست حفيظه عايزاني. عايزني في حاجه يا عمده؟ بعدين يبقى روح لستك حفيظة، دلوقتي تروحي على ستك فاطمة عشان عايزاك. تقصد ستها حفيظة يا حضرة العمدة؟ ستها فاطمة يا غبي. ست فاطمة؟ ايوه ستك فاطمة. واسمعي يا بت انتي، عارفة لو اشتكت منك تعملي كل اللي هي تقولك عليه بالكلمة، ولو اشتكت انا مش هقولك انا عامل فيك ايه، انتي عارفة انا بعمل ايه. ست فاطمة ست فاطمة. عايزها في حاجة يا عمدي. في ايه يا بنت مالك؟ ربيكوا. اه يا بلد. اللهم انا نستعينك ونستهديك ونثني عليك الخير كله. ربنا انا لا نستطيع ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك. وصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بلغت الأمانة. ونصحت الأمة. وكشفت الغمة. يا من أنذرتنا بيوم عصيب يحاسبنا فيه رب العزة. أيها الإخوة الأحباب، اعلموا وتأكدوا أنكم واقفون بين يدي العزيز القدير، يوم يمسك الله السماوات السبع بيمينه والأراضين حتى تظهر كالخردلة في يد أحدنا قائلا: من الذي يقول؟ الله هو الذي يقول. أنا الله، أنا الواحد، أنا الجبار، أنا المتكبر،
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فيرد الجميع في ذلة وخضوع لله الواحد القهار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، فأنت نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. تغفر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أنت بتقول إيه؟ العمدة هو اللي قال لك كده؟ أيوه يا ست حفيظة قال لي، وأنت عارفة بقى جنب العمدة بقى لما بيشيط ويتبت دماغه، محدش يقدر يقف قدامه ويقول له لأ. طيب، روح أنت. حاضر يا ست حفيظة، الست فاطمة قال. سديتها يا عتمان، الخدامة بنت الخدامين بتعملها ست، بتجيب لها الحرين يخدموها. ماشي يا عتمان، إن ما خليت اللي ما يشتري يتفرج عليها ما بقاش أني حفيظة بنت بهاني. بس وامتي جايلك على طول يا فاطمة. فاطمة؟ ستك فاطمة يا جزمة. وبعدين انت لما تتكلمي معاي تحطي عينك في الأرض، ما تقيميهاش فيي. الدار زي الطينة، عايزاكي تدخلي على أوضة النوم هتلاقي عندك غسيل تغسليه وتمرشيه كويس، وتطلعي تنشريه فوق السطوح، بعد كده تروحي تملي الزير وتنظفيه وتغسليه وتملي القلل كمان، وبعد كده تطلعي على الزريبة تنكتيها نكت، وبعد ده كله تيجي تسأليني بقى أنا كنت ناسية إيه عشان أقولك تعمليه. وحسك عينك عينك حسك تلطشي حاجة كده ولا كده، ولا حتى تطمعي في حاجة، ساعتها هقطعلك إيدك قطع. يلا يا بيت امشي غوري من هنا. ما تردي يا بنت الكلاب أنت، ولا أمك ضربك بالجزمة على بقك عشان تعرفي تردي وتتكلمي. ايوه فاهمة يا فاطمة، يا ست فاطمة فاهمة فاهمة. وبنتك الجربانة دي تروحي تلقحيها في اي حتة عشان تعرفي تشتغلي بذمة، ولو ما اشتغلتيش انا هقوم اوريكي الشغل ازاي. فاهمة ولا مش فاهمة؟ ايوه فاهمة. يا اهلا وسهلا، يا اهلا اهلا، يا اهلا يا ست فهيمة. ازيك يا فاطمة؟ نحمده ونشكر فضله. اتفضلي يا ست، والنبي دي خطوه عزيزي، والنبي ومن نبى النبي نبي، النور زاد نور. ايوه يا اختي، خديني بالكلام الهايش خديني. ليه كده بس؟ اها مش تيجي تسالي عليا وتشوفني اخباري ايه وانتي عامله ايه؟ عارفه يا بنت الكلاب انتي لو وقعتي قله من اللي في ايدك دول كسرتيهم، لهقوم اطير عيشتك واكسر لك وسطك المحلول ده، جات كل بلاوي في اشكالكم الزفت. بتسأليني يا اختي على اخباري؟ ده انت لو لفتي بس لفه في البلد كده هتعرفي اخباري كلها. هي البلد ليها سيره الا سيرتي، فاطمه عملت، فاطمه سوت، فاطمه نيلت ايه في ايامها السودي بلا خيبه. اهو النبي يا فاطمه، ده انت شايله بقى من الاهل البلد وناسها، ليه كده بس يا فاطمه؟ هيكون ليه يعني يا ست فهيمه؟ ما انت مش شايفه اللي بيحصل ولا ايه؟ شايفه اللي بيحصل. إلا قوليلي انت بتعملي كده ليه مع البت حمدية؟ عشان ظلمتني. بصراحة هي بت سو وعملها اسود. ظلمتني وقالت عليا كلام ما ينقال، مع اني والله العظيم ثلاثة كنت بعملها زي اختي واكتر، وعمري ما دوست لها على طرف. انت ناوية على ايه كده بصراحة يا فاطمة؟
ناوي ياخد حقي، هاخد حقي وبس. نفسي الناس دول يعرفوا حاجة واحدة، إن الدنيا دوارة، واللي النهاردة بيتبهدل ويداس عليه بالجزم ممكن بكرة يبقى عالي وفوق ويدوس على كل اللي ظلموه بأوسخ جزمة في رجله. بس هو ده اللي أنا عايزة أعلمه له، بس يكش هم يفهموا. اوعي يا بنتي يا فاطمة، النار اللي انت عايزة تقيديها يا بنتي تحرقك. شوفي يا بنتي يا حنان، أنا خلاص جهزت الدار من مجاميعه، انت بس هتقولي اه وانا والدار هنبقى ملك ايديكي. خلاص يبقى تروح لست راوي تقول ليه دهدي. هو انا هخطبك من راوي ولا ايه؟ ايوه يا اخويا تخطبني من ست راوي. هي ست راوي اللي هتعملي وزني وتمن وياك يا حسان. يا بنت وزنك وتمنك فوق راسي، انت تتقلي بالذهب، بس انا مش هروح اخطبك من راوي. ماليش دعوه بقى، انا قلت اللي عندي وخلاص. طب استني بس اما اقول ايه. اوعى ايدك يا لهوي بقى، انت بتمسك ايدي كده قدام الناس يعني. يا بنت هقول لك اوعى يا اخويا، فريد حد شافنا يقول علينا ايه. اوعى يا حنان يا دي النيله. اوعى يا اخويا. ايه ده اتبطي؟ طيب خلاص اتهمتيني في قضيه، ناس ايه اللي شايفاني؟ ايوه الناس ماشيه جايه اهي، دي حمار ماشي لوحده. خلاص هروح للست راوي عشان خاطرك انت بس. ايه ايوه كده تعيدي بس. اوعى يا دي يا لهوي يا لهوي، اصوت ولم الناس عليك يا حسان. اوعى يا بنت بطل. يا لهوي الحقوا علي يا لهوي. يا بنتي تعالي يا دي النيله. لهوي بالي عليك يا حسن. انت ايه؟ انت ايدك دي ايه مرزبه؟ جراه يا وليه يا اللي تنشك في ايدك انت، ان شاء الله تنشلي يا رب وينقطع حسك من الدنيا. احنا هنفضل يا اختي كل ده قاعدين في حته الصغيره دي؟ ما تنجزي نفسك وتشهلي كده. اهلا يا حفيظي. اسمها يا ست حفيظي. تعالي يا بنت كنوسي الوسخه اللي تحت الوليه اللي واقفه دي. هو انت مين يا اختي اللي ستتك ان شاء الله؟ انا مش هرد عليكي دلوقتي، لكن قولي لي يا فهيمه انت ايه اللي جايبك هنا يا اختي؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا اروح واجي زي ما انا عايزه ولا عايزاني اخي اخد الاذن منك؟ ايوه قوليلي قوليلي ان انتوا عاملين ربطيه عليا هنا. ربطيه؟ ربطيه على مين يا وليه يا خرفانه انت؟ روحي يلا نجري اعمل لنا كوبايتين الشاي اللي قلتلك عليهم يا وليه. انت اعمل لك شاي؟ انا بقولك انجري روحي، وعلى الله تيجي في ايدك كوبايه تالتي هخلي يومك يوم اسود منيل بستين نيله. انت فاهمه ولا لا؟ كوبايتين اتنين، كوبايه لستك فاطمه وكوبايه لستك فهيمه. انت سامعه ولا لا؟ الوليه دي ملهاش ذات في الدار دي. تطلع يا بنت يا حمديه على دار العمده، واللي يقولك تروحي ولا تيجي ما تسمعيلوش كلمه. طب خليها بس كده تجرب وتعتب عدمه الدار دي، وديني وما اعبد لا يكون اخر يوم في ايامها اللي بيطلع لها حفيظه دي. انت ما سمعتيش انا قلت ايه يا وليه؟ ما تجري تروحي على هناك. والنعمه سامعاكي، انما انت سامعاهي؟ تروحي تعملي كوبايتين الشاي زي ما قلتلك احسن لك. انت بتدخلي لي في دور عندي وكده يا فاطمه؟ انت مين انت عشان ادخل لك في دور عندي ولا كده؟ انت هتعملي علينا واحده يا وليه يا خرفانه انت. انت الظاهر ان ناقصك ربايه وانا اللي هربيكي من اول وانتي يا بنتي يا بنتي انت انا ده انا ستك يا جزمه. يلا يا وش الجزمه اهدري حفرك بكلمه امك. الحقوني الحقوني الحقوكي، محدش هيجيتك من ايدي يا وليه يا خرفاني. انا خرفانه يا بنت الكلب يا جزمه. وديني وما اعبد كلمه كمان تشتميني بيها لاكون قطعلك لسانك من لغليغه. ما تقصدش يا فاطمه خلاص بقى. يا لهوي الحقونا يا نال الحقونا يا جزم. جزم ده انا حمار مطعشه اللي جابوكي يا بنت الكلب. يا بنت الكلب اخرسي يا وليه يا خرفاني. الحقني يا عثمان هتموتني يا عثمان. الحقني حافظ هتموتني يا كلب. شيلي راكبه. قولي يا وليه يا بنت الكلب من هنا، خدي بنتك الجربانه معاكي. كلوا بعض. عارفه يا حفيظه؟ عارفه انا هخلي ايامك كلها سودة بحق الذل اللي زلتيهولي، وديني وما اعبد وشعري ده ما يبقى عرمره لو ما خليتك تدوري وتلفي في البلد كله وتقولي حقي في رقبتي زي المجازين. وديني وما اعبد محاسبك يا حفيظه. اه الحقوني خدوني يا ناس. خدني يا عثمان حفيظه هتموتني. يا
بس لو اعرف بس ايه اللي مزعلك قوي كده. ايه مش زعلان؟ انت كل ساعه والتانيه هتساليني السؤال دي. لا زعلان يا ابو العيله، وانا عارفه انك زعلان. خلاص يا ستي، انا زعلان، زعلان من نفسي. ممكن تسيبيني شويه؟ طب لازمته ايه بس الهم والنكد ده؟ ده انا خلاص بعت اتفق مع المأذون. بجد يا روي؟ والنبي ومقام السايح؟ ايوه يا ابو العيله، خلاص هنتجوز. بيت يا حنان. نعم. روحي يا بنت خدي العيال غديهم وحميهم، وبعد كده تنزلي على السوق وتشتري لهم هدمتين جداد، خليهم كده يفرحوا ويزقططوا. عيني. ايه دي؟ ليه كده؟ ليه كده؟ يا بنت اسكتي، يلا يا محمد، يلا يلا اشتري لبس جديد يلا. امسك يا ابو العيال. ايه دول؟ امسك بس. لا انا مش ماسك حاجه الا لما اعرف دول ايه. عايزك تنزل تشتري جلابيتين جداد، وتشتري كمان لسه حرير، وتروح للمزاين. لا ده المزاين هو اللي يجي لك. عايزك كده تتوضب وتفرح، ده انت عريس والليله ليلتك. امسك بقى، امسك. ماشي، بس اللي اوله شرط اخره نور. ماشي، ناخد الفلوس دي وعليها الفلوس اللي انت بعتي حنان تشتري الهدوم لاولاد، وكل الفلوس اللي انت عطيهم لي من قبل كده كلتها دين علي. سلف ودين يا راوي. الست منتهي. ايوه هي، روح انت بقى وضب نفسك. يلا يلا يا راجل. ماشي. أني من بكرة أشد مكتوب للأوقات يبعتوا لنا شيخ غيره. إيه أمال إيه؟ هي خلاص؟ الحكاية بقت مشاع؟ كل واحد صلى له ركعتين ولا حفظ له كلمتين يعمل لي شيخ؟ والله عندك حق يا عم. أني غلطان إن أنا ما عملتش حساب اليوم ده من الأول. ماني قلت لك من زمان يا عتمان. فأني سفيه أني؟ أني سفيه؟ ماشي يا شيخ محروق، إما وريتك. عايزني أقول لك إيه يا عم؟ أقول لك إيه وأنا شايفك عمال تلوم في نفسك وتقتت فيه؟ أقول لك يا عمدة، ما هو أنت اللي قويت شوكته لغاية ما رفع شوكته دي في وشك؟ ولا أفكرك باللي أنا قلته لك زمان يا عتمان لما قلت لك ما تمكنوش من المنبر ولا إنه يخطب في الناس وإيه اللي هيقلبهم عليك؟ أقول لك إيه ولا إيه ولا إيه؟ خلاص بقى يا مبروك، وأنت لسه هتقول وتعيد ما أنت هريني ولا يا أخي، هي نظرك أنت كمان. يعني اسمع العمدة، فين تراخر؟ الست حفيظي قلب عليك الدنيا. عادي. أخوها السيد قاعد عندكم في الدوار وعايزك بالعجل. ليه؟ حصل إيه؟ أصل عدم المؤاخذة يعني، الست حفيظي حبت تزيل للبت الست فاطني وتجيب مراخيرها الأرض. قوم الست فاطني هي اللي جابت مراخير الست حفيظي الأرض. قامت الست حفيظي جابت مراخيرها من على الأرض وراحت بيها لأخوها السيد، وأخوها السيد حكم رأيه يحشر رخر مراخيره في الموضوع، وعاوزين حضرتك تتدخل وتحشر مراخيرك رخر في الموضوع. إيه الرشح ده كله؟ إيه دي؟ أخبارك زي الزفت. بقول لك إيه؟ روح دور عليا في حتة تاني. اروح ادور فين يعني؟ شوفني عند زينات الحلاق، ما لقيتنيش هناك هتلاقيني هنا. حاضر. يلا. ما تهم بقى انت التاني تخلص التحويجة دي عشان نكتب الجواب. خلص. اهي. اعملي قهوة يا بنت يا حنان. يا اهلا يا حضرة المأمور خطوة عزيزة، اتفضل. يا اهلا وسهلا. انت ايه؟ نسيتينا خالص. معاش اللي ينساك يا باشا. اصل انا سمعت كلام كده فقلت اجي اتاكد بنفسي. خير ان شاء الله. سمعت ايه؟ سمعت انك هتتجوزي الواد الفلاح التلفان ده اللي اسمه ابو العيلة. ايوه هتجوزه، ودخلتي الليلة.
والله عملت طيب، صدقني كنت هقول لك انت لازم تتجوزي عشان ما فيش حد يتكلم عليكي، وانت اخترتي صح، وابو العيله برضه في ايدينا. لو انت تقصد ايه يا سعاده الباشا؟ اقصد اللي انت فهمتيه بالظبط. لا حيلك حيلك، التلبيخ اللي انت بتلبخه ده يا راجل. ايه في ايه مالك؟ ما تحترم حرمه البيت اللي انت فيه يا راجل، وبعدين لا مؤاخذه بقى، راجل البيت يا اخويا مش موجود، لما يبقى يجي ابقى تعال، ويا ريت ما تجيش خالص. الكلام ده ليه انا؟ لو انت شايف حد تاني متبجح غيرك؟ انت واضح بقى انك انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه، على فكره. لا خد بالك بقى يا مأمور البلد، انا يا اخويا غير كل البلد، انا راويه، راويه اللي تعرف كويس قوي البلد دي يا اخويا ماشيه ازاي، وتعرف كويس قوي قبل ما تخطي خطوه رجلها رايحه فين وجايه منين. اوعى تكون يا اخويا فاكر ان انت لما تيجي تهددني وتحمر لي عينيك هخاف واكش يا اختي. يم يم يم، اتفضل اتفضل اطلع بره، اتفضل اطلع بره. مين ده يا راوية؟ ده الزفت مأمور المركز. أنا عارفاه، أنا شفته قبل كده، أنا متأكدة. واسمه إيه حضرة البيل مأمور الأمور ده؟ العاني يا عمدي، العاني يا عمدي، العاني يا عمدي. إيه في إيه مالك؟ أنا يا عمدي كرامتي يا عمدي اتمرمطت واتمرمطت وتهنت آخر إيه يعني؟ إيه من مين؟ من حفيزي، ومال هيكون يعني من مين؟ جات لي لحد داري يا حضرة العمدي وراحت ماسكة مداسه وبدياني بيها على دماغي قصاد خدامتي. إله يجيلك طاعون يكون ذكر يا حفيظة. بقول لك إيه يا عمدي؟ يمين بالله تلاتة، إن ما جبت لي حقي منها تلت ومتلت لأكون مولعة في نفسي وممسي دي السايح أولع في نفسي يا عمدي، ومالكش عندي جواز. شوف يا عمدي، شوف عملت إيه في بقي يا عمدي، شوف. أيوة. دي عضتني في رجلي كمان. طب بص رجلي، بص عضتني إزاي؟ بس يا بنت اختشي غطي. بقول لك إيه يا عمدي؟ الست دي لازم تفهم إن أنا كرامتي من كرامتك. أيوة أمال إيه؟ إله ينتقم منك يا حفيظ، ده لا نافع معها دعاء ولا عدية ياسين حتى. بقول لك ايه يا عمدي، انت كانت عايزه تخرق لي عيني حتى، شوف والله العظيم كانت عايزه تخرق لي عيني، عايزاني اعيش عوري عشان انت تروح يا عمدي تدور لك على عروسه تانية. إله يجيلك هم في قلبك يا حفيظه، تقولي اه يا قلبي يقوم كبدك يقع، تقولي اه يا كبدي مصارينك تتبهدل، تقولي اه يا مصاري انا هجيب لك حق. ايوه ازاي؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هكمل دعاء لما مصارينك تقع منك. هو ده اللي انت قدرت عليه؟ انا كنت عارفه، انا كنت عارفه ان انت هتخاف منها يا عمدي وهتجيب وري. انا كنت عارفه، انا كنت عارفه كنت جفت، ما كنت جفت. بس انا بقى مش هتجوز راجل بيخاف من مراته يا عمدي. اخاف ايه؟ هي صحيح تخوف بس انا ما بخافش. لا 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 يا سبحان الله، الكلام ده عيب يا ست فاطمه. بقول لك ايه يا شيخ مبروك، عندك كلمه كويسه قولها، ما عندكش يبقى تسكت خالص. انت لازم انت تجيب الست دي قدامك وتعرفها ان مقامي من مقامك وان كرامتي من كرامتك يا عمدي. ايوه ايوه انا فاهم. حضره العمدي في ايه انت التاني؟ السيد لسه قاعد في الدوار وايد الدنيا نار. طب روح انت، انا جاي وراه. ايوه 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 قولوا لي كده بقى. بقى السيد رايح علشان يجيب حق اخته، واني اني فاطمه الغلبان اللي لا ليها لا اب ولا عم ولا اخ حتى ياخد لها حقها وينصفها على اللي ظلمها. ايه مفيش حد يجي يتكلم مع العمر ولا يقول له حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب امي يا ورا، انت رغاي كده ليه؟ لا ولا ولا اللي قلت يا فاطمه، خلاص ربنا نصفك بجوازه العمده يا فاطمه اللي هيعمل لك قيمه وسط الخال. منك لله يا حفيظي، لقيت تشك في ايدك يا حفيظي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حفيظي. انت بتبص لي كده ليه يا راجل؟ انت بتبصبص لي يا شيخ مبروك؟ طب وديني ومعبود اكون قايله للعمده يا حضره العمده الحقني. الحقني انا يا حضره العمد؟ يا خرب بيتك يا حضره العمد. من غير كلام ولا حديد يا عثمان، البيت دي لازم تتخ بالنار علشان ما اسمحش احسيها في البلد بعد كده. تخ بالنار ايه يا سيد؟ هي فرخه، هي كلمه واحده، يا تأدبها وتيجي تحب على رجل ستها حفيظه وتخليها تحت رجليها تخدمها بالامر، يا اما انا هتصرف معاها بمعرفتي. وانت ايه اللي وداكي هناك من اصله؟ يعني بعد كل دي انا اللي غلطاني؟ سيبيني يا حفيظه شويه، انا والسيد عايز اخد ودي معاه في الكلام. مش سايبك يا عتمان. هي شايف يا سيد؟ خلاص يا حفيظه روحي انت دلوقتي، روحي. اسمع بقى يا سيد، فاطمه دي محدش هيقعد ناحيتها، انا بقول لك اهو. تزودتها قوي يا عتمان، والظاهر نسيت مين حفيظه ومين اخواتها وممكن يعملوا ايه. ايوه ايوه صحيح. طب قول لي يا سيد، ايه اخبار تراب الحشيش اللي في مخزن العلف؟
فاكرني مش عارف حاجه؟ ولا فاكرني فاهم ان شويه البهايم اللي بتروح تبيعهم اخر كل موسم في السوق هم دول اللي مخلينك صاحب ارض وفدادين من الشرق للغرب؟ انا مش اهبل يا سيد، بس برضو انا صاحب صاحبي وحبيب حبايبي. انت بتهددني يا عتمان؟ ايه ايه، ما انت لسه مهددنا اهو. شفت بقى ازاي الراجل يتقهر لما يلاقي حد بيهدده وبيصغره؟ اسمع يا سيد، انا وانت اصحاب من زمان واللي بينا كتير قوي، ومش هنخسر كل ده ونرميه عشان اختك غيرانه من حته بيت هتجوزها ليله وتسعة اشهر. طبع الحريم بقى يا عتمان. اديك قلتها، طبع الحريم. وانا وانت بقى مش حريم، نتكلم بقى كلام رجاله. اسمع يا سيد، سيبني اني اراعي شؤون بيتي واتصرف مع حريمي زي ما انا سايبك تراعي بقى شؤون المخدرات والسلاح والاجرام اللي انت فيه دي. انا ما بتدخلش، ده انا عمال احاجي عليك واحمي ظهرك واضلل عليك وانت مش عارف. ده انا حتى يا راجل خايف اقول لك خد بالك يا سيد، لا تقول عثمان عايز يفهمني انه عارف كل حاجه وماسك عليا زله. اسمع يا سيد، انا وانت اصحاب من زمان، واختك دي لو كانت عقله ما كانتش راحت قلت قيمتها هناك بالشكل ده. ومن الاخر كده يا سيد، انا هقولها لك، انا هتجوز فاطمه، يعني هتجوز فاطمه، هتبقى دي مراتي ودي مرات، بس طبعا حفيظه تعلى وتغلى. اعملي شاي يا ست الستات، شاي يا ست حفيظة، اعملي الشاي لسيد الرجالة. العواف زينب. اهلا يا محمد، ازيك يا زينب؟ الحمد لله. وحشت امك يا اختي، وانت كمان يا محمد وحشتني قوي قوي. يا مريم وحشتني قوي يا امك. انت كمان يا حبيبتي امك. تعالي تعالي، ده انا عامله بليله تستاهل فمك. تعالوا اقعدوا يا عيال. شوف يا محمد، شوف البليله حلوه ازاي. سمي الله. يلا بسم الله. حلوه. يلا يا زنوبه يا قروبه. يلا يا اختي حلوه وشفا يا حبيبتي. اوعي زينب ما تكونيش بتاكل. بتاكلي يا بنت؟ شاطرة يا حبيبتي. أنت بتاكل ولا لأ يا محمد؟ بتاكل؟ شاطر يا حبيبي. خد يلا عشان خاطر يا أختي. يا أختي أنا مش شايفة مطرح ما يسري يمري. هي مش عاجبك البليلة ولا إيه يا ولد؟ اخسى عليك اخسى عليك، مش عاجبك عمايل أمك. الجلابية دي صوف انجليزي مش كده يا ابو العيلة؟ وانا طول عمري بقول الصوف الانجليزي دي لا يعلى عليه. حلو عليك. ازيك يا فاطمة؟ نسيت ان احنا متحرمين على بعض ولا ايه يا ابو العيلة؟ بس انا مش قادر ابعد عنك. لو يعني سواعي كده بعمل نفسي قد ايه نسيجي، مش مشتاق اشوفك ولا ضمك بين دراعاتي. خلاص يا ابو العيلة، احنا ما بقيناش لبعض، لا انت ليه ولا انا ليك. روح لراوية. ايوه
يما عيالي ما عدناش لبعض كيفنا ولا غاز ما عدناش لبعض حسب تقسيم اللي معاهم ولايديهم طايلة ومستحكمين فاكرة حكاوة الأنارب والفيل يا فاطني الكلام ما عادش منه فايدة يا أبو العيلة أيوة صحيح الكلام ما عادش منه فايدة ولا البوكي بس العمل بيجي بنتيجة وعاك تنسي اللي حصل لنا ده يا فاطني أني عارف إنه واجهك أوعك تداوي الواجعة دي وخلي نار وأيدي دريعة عن الناس أيوه بس خليها أيدي لحد ما أخد بطرني وحياة كل ضحكة صافية وفرحاني كانت في دارني كل ساعة رضي قضيناها وسط عيالني ماني سايب عتمان ولا أهل الكفر دي إلا لما أخد حقي وحقك وزيادة وفرقونا عن بعض خطفوكي مني متزودش هم يا ابو سيدي انت مش عارفه انت وحشاني قد ايه كفايه يا ابو العيلة كفايه الله يسيبك ابو العيلة مالك يا بنت مساهمة كده ليه؟ هلا قولي لي يما أني عايزة أسألك سؤال كده بس وحياة النبي ما تغضبي علي أني عمري ما أغضب منك ولا عليك يا منار ها قولي كنت عايزة تسألي في إيه؟ طب يعني يما انت يعني قبل ما تتجوزي ابويا يعني ما استلطفتيش حد كده ولا بصيتيش لحد ابدا وايه يا بنت اللي خلاكي تسالي السؤال ده دي دلوقتي ما اعرفش يما او سؤال خطر على بالي وخلاص شوفي يا عين امك اني وانا صغيره قد كده كنت ابص الراحه في المرايه واشوف نفسي حلوه وعايقه اقول لا يمكن ابدا اتجوز حد من الكفر دي انا عايزه واد من البندر بيلبس بنطلون وزكيتي ياخدني معاه مصر اشوف هناك الخير والعز اللي بسمع عنه لحد ما اتجوزت ابوكي وكل اللي كنت بحلم بيه ده راح وما عادليش غير الكفر وبقى هو كل اسمتي وعشتي ولما اموت ان شاء الله هندفن فيه بعد الشر عليكي يام
إنما لما جيت أنت يا نور عيني حسيت إن أنا مش عايزة من الدنيا دي أي حاجة غير إنك تبقي قدام عيني كده على طول مبسوطة وفرحانة. أنا حبيت أبوك يا منارة عشان كان حنين وبيخاف علي وبيعمل كل اللي بيقدر علي عشان أحبه. يعني اتأخرت يا أبو العيلة، معقولة يعني كل ده بتشوف العيال لأمهم؟ ولا أنت يا أبو العيلة اللي بتشوف أمهم على حس العيال؟ معلش معلش يا أبو العيلة، أنا شطرتي بقى أن نستهلك خالص فاطمة دي، لا هتفتكرها ولا تفكر فيها. بس افتكرت وافتكرت حكايته السودة. هو مين ده يا ست منتهى؟ وقال عامل عليكوا باشا ومأمور. المأمور؟ لا احكي لي احكي لي. لا يا حبيبتي، دي حكاية عايزة لها قاعدة نحكي فيها كده ونمخمخ. نمخمخ؟ طب ومال؟ ما احنا كده كده قاعدين مستنيين المأذون. احكي. دي فضحته دي يا حبيبتي ما تتنسيش، ده بسببها اتنقل من الحلمية والقاهرة كلها، بس راح لفين أنا ما كنتش عارفة. وديني يا حبيبتي عرفت، هو صحيح يعني شكله اتغير حبتين، إنما أنا عرفت واتحققت منه. إلا قولي لي بقى، هو صحيح مراته كانت مرافقة الراجل الكبير ولا لأ؟ نجيب بقى يا حبيبتي المقطوع من الأول. الراجل ده بقى اسمه خالد الكاشف، عارفاه؟ ها جربوع اصلا، ده لا عيله ولا اصل ولا فصل يشرف، وهوب اوام اوام بقى ظابط في الداخليه. ها مسك بقى في شرطه الحلمية، وانتي عارفه بقى الحلمية سكن البشوات والبهوات، وقبل ما هيجان الثوره يهدى كان في هناك ظابط كبير في الداخليه اسمه سليمان باشا مدكور. الراجل ده بقى كان واصل وايده طايله، وكان باشاره من صبعه الصغير كده يشيل ده ويرفد ده ويسجن ده ويعين ده. وبعدين احكي. الراجل الكبير ده بقى كل شويه كان يخلي حد من اللي بيشتغلوا عنده يتجوز له واحده كده يكون شافها وحليت في عينيه. جراب البيه المأمور بقى بتاعكو ده واحد من العرسان دول. يا حلاوته يا جماله. مش يتنيل بقى على خيبة أهله ويرضى باللي بيرمهوله الراجل الكبير، لأ ده حب يعمل فيها عريس وراح للعروسة من ورا الراجل. وعديكي بقى على اللي حصله، اتمسح بكرامته الأرض، كان هيتشل ويترفد ويسجن ويتلفق له تهمة من دول اللي بيود ورا الشمس. أمسأ بقى عليه أم لا إله إلا الله، وعشان الوسايط واللي تشفعوا له حبوا يلموا الموضوع ونقلوه مكان بعيد. والفين المكان ده ما كنتش عارفة، وديني يا حبيبتي عرفت. طب قوليلي تاني كده اسم الراجل الكبير اللي عمل فيه كل ده. ما أنا قلتلك يا حبيبتي، بس انتي قوليلي عايزة تعرفي ليه اسمه. يعني اهو من باب المعرفة. اسمه سليمان باشا مدكور. باشت ايه يا ست منتهى؟ ما البشوات راحت عليها خلاص. ده انتي غلبانة قوي يا حبيبتي. الباشا باشا والبيه بيه والغلابة غلابة والمامة المامة طول ما احنا عايشين في البلد دي. لكن انتي قوليلي هو كان عايز منك ايه جناب المأمور بتاعكو ده؟ سي خالد ده واكل البلد كلها في عبه وعايز ياكلني معاه. طمعان فيا وما طلنيش، بس ايه اديتهم له ميري وملكي. برافو عليك يا بنت، تربيتي. انت هتقوليلي؟ بيني وبينك انا كنت قلقانه، انا حبيت فيه عشان احسسه ان انا مش هاممني، بس من جوايا يا اختي كنت مرعوبه. ما تخافيش يا بنت، لو الراجل اللي انا بقولك عنه ده انبسط محدش هيقدر يزعلك ولا يدوسلك على طرف. ده انت لو عايزاه يقلب البلد كده عليها وطيها هيعمل كده، لا العمده ولا المأمور بذات نفسه يقدر يعمل لك حاجه. ده راجل واصل وايده طايله، بس هو يرضى عننا وينبسط. المأذون وصل لست العرايس. طب اجري يا حنان روحي شوفي ابو العيله، قومي يا اختي من جنب صاحبتك
قولي المأذون جه. يلا بسرعة يا بيت. حاضر. بتحبيه يا خايبة؟ أيوة بحب، وبحبه قوي كمان. مع السلامة يا فاطمة. يبقى خليني أشوفك يا أبو العيلة. أنا ما أقدرش ما أشوفكيش، لأني كانت عيني تنعمي وينطفي نظري. أتشرها عنك يا أخوي، إن شاء الله يكرهك يا رب. أوافي عليكم. أهلا يا حنان. أنا قلت أجي أتعشى معاكي ونقعد نحكي شوية كده. إزيك يا أبو العيلة؟ إزيك يا حنان؟ بنت حلال، والله كنت لسه على بالي. خلاص يا أبو العيلة، خلي العيال معايا وأنا هبعتهم لك مع حنان. يلا يا أبو العيلة، يلا إيديها وجعتها من كتر الزغط. يلا يا أخوي. مع السلامة يا زينة. اسمعي كلام أمك. وأنت كمان يا ولا. مع السلامة. تعال يلا يا زينة، تعالي حنان. ازيك يا فاطمة؟ هي صحيح راوية بعتت تجيب المأذون؟ ده أنا عاملة فتة إنما إيه تاكلي صوابعك وراها. ردي عليها يا حنان. إيوه، أنا سايباها في البيت. يعني خلاص؟ أبو العيلة هيكتب على راوية وأنا هتجوز واحد تاني. تصلي على النبي مولي يا فاطمة، يعني أنت ولا هو كنت هتعملوا إيه؟ أدي الله ودي حكمته. وهي إيه حكمته في كده يا حنان؟ إيه حكمته إن العيلين دول يتشردوا من أبوهم وأمهم؟ إيه حكمته إن أتطلق من الراجل اللي ماليش غيره ظلم وغصبانية، وإن أتجوز واحد تاني لا عنده رحمة ولا عنده أهل؟ إيه حكمته إن أبو العيلة يتجوز راوية؟ ها؟ ما كانش حتى يحلم يلمس ايديها ساعه سلام. ايه حكمته في كده يا حنان؟ ردي عليا، ايه حكمته في كده؟ اوعي كلامك يا بنت، انت هتكفري ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا خلاص يا حنان، عقلي هيشت مني. كل ما اقول لنفسي اهدي يا فاطمه امسكي نفسك يا بنت، الاقيني بقيت نار زياده وزياده، وببقى عايزه انحش عدنان وحفيظي والمأمور وراويه وكلهم بسناني اكل. انت عمرك ما كنت كياده ولا غلاويه يا فاطمة. بقيت يا حنان، بقيت كده خلاص. ده انا كان قلبي بيتقطع لما كنت بسمع ان حد من اهل البلد عنده وجيعي ولا عنده مصيبه. دلوقتي بقيت بفرح. اي والله، لما بسمع ان حد عنده مصيبه بفرح وبقول يا رب زيده كمان وكمان. بشمت فيه يا حنان؟ بقيت بشمت في كل اهل الكفر. لا هو بس يعني تلاقيكي. تلاقيني ايه؟ انا ما بقتش انا، انا بقيت واحده تانيه خالص. انا خايفه قوي يا حنان، انا خايفه من نفسي قوي. عارفة يا حنان؟ يوم ما رحت ضربت حمدية قصاد باب بيتها وقدام أهل البلد كلهم، أنا كنت فرحان، والله العظيم كنت فرحان وكنت بتنطط من الفرح، وكان نفسي أتف في وشوش أهل البلد كلهم اللي واقفين يتفرجوا عليها وأذلهم زي ما ذلتي. لو عشت أنا غلبك يا فاطمة. هو لسه ما غلبنيش يا حنان؟ لسه ما غلبنيش؟ ايوه سعادتك. ايوه انا بقول لسعادتك احنا عايزين شيخ من الازهر بالحق وحقيقي، يعني يكون راجل متعلم كده ومتنور.
يريحنا من الراجل النص كم ده. ده بيقعد يقول كلام ما تفهمش هو بيتكلم غلط ولا بيقول كلام مش صح اصلا، ومدخل الدين في كل حاجه. ايوه سعادتك، ما انا خايف من كده والله. ما احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. شوف انا بقى خايف كلمه تتنطر كده ولا كده من الكلام اللي بيقوله ده توصل لبتوع مجلس الثوره يطربقوا البلد فوق دماغنا كلنا. ايوه الله ينور على سعادتك والله. هو بس يجي واحنا نشوف كل طلباته هنشيله على كفوف الراح. ايوه امال ده هيجي يعلمنا وينورنا. ايوه بس في اسرع وقت. شاكرين سعادتك، ربنا يخليك لينا. في حفظ الله، في حفظ الله. يبقى يوريني بقى الشيخ محروق ده ازاي بقى لا بيخاف من العمد ولا مأمور. ايه ده؟ خالي بغدادي؟ ايه النيله دي؟ ايه اللي جابه دلوقتي؟ يا اهلا اهلا، يا الف مرحب. اجري اقعد اعمل قهوه لخالي. نفس عوايدك. انا مش عايز حد يسندني. اسندك ايه يا خال؟ ده انت ما شاء الله يعني اللي يشوفك كده يديك 20 سنه. طب روح يلا انجرب. فين ده لاخوك علوان؟ علوان؟ حاضر. وادي حسان. حسان؟ حسان ده ايه؟ انا لما اقول لك انجرب وروح انده لاخوك علوان يبقى تفك رجلك اللي عايزه اقطعها دي وتروح تنده لاخوك. ولا خلاص ما عادليش كلمه ولا قيمه عندك. ازاي بقى يا خال؟ انت كلامك على راسي من فوق وانت عارف. بس اصل ايه؟ انا عايز افهم انت ليه مش عايز تنادي على اخوك؟ انت مش عارف هو عامل معايا ايه؟ بس عارف كويس قوي عمايلك واصلك وفصلك. يا خالي كويس ان انت جيت، انا كنت هاجي لك عشان اشتكي لك منه. اقعد يا ولا، اقعد يا ولا. لا يا خايب، يا خايب تتهم اخوك بانه سرق ذهب مراتك؟ تقوى حفيظك على اخوك شقيقك يا عايب يا ناقص؟ يعني صح برضو ان علوان. اسكت يا ولا ما تكملش. اسكت اسكت ما تفورش دمي والا هحط العصايه دي في كرشك مش هتخرج خالص. ياد انت محدش هيبقى لك غير اخوك شقيقك يا ولا. يا ولا انت عايز ايه من البلد دي؟ ولا البلد دي عايزه منك ايه؟ البلد دي كلها لو قالت على اخوك انه حرامي المفروض انك تقول لا. اتفضل يا ابو الحاج. روح يا ولا، روح نادي على سيدك علوان وقول له خالك عايزك في بيت اخوك. من عينيا يا ابو الحاج، انا هروح اقول لسي علوان ان اخوك العوم ده عاوزك في دار خالك. انت ايه النباهه دي؟ يا فرحتي يا فرحتي بغفرك. الله يرضى عليك يا ابو الحاج، انا كده فعلا كل اللي يشوفني يعجم بي. يعجم؟ طب غور بدل ما هم عجمك. امشي. حاضر. شكلك كده مش عاجبك كلامي يا عثمان. اقول لك ايه بس يا خال، انتوا على طول كده بتصدقوا علوان وبتكدبوني من واحنا صغيرين. طب والله العظيم يا واد بطل حلفان يا عثمان، بطل حلفان. نار جهنم تشيل زيك مليون. عايزك تهدى كده وتعقل وتتقي الله. انت على طول كده ظالمني يا خال على طول الخط. طب وحياه النعمه؟ طب وحياه النعمه لا تسيح زي البن دوت في نار جهنم. يا واد يا عثمان، ده اللي بياكل حق غيره بتبقى نار قايده في جوفه يوم القيامه وعذاب ربنا اليم. احنا خايفين عليك كلنا. ايوه ايوه بقى، هي الحكايه كده. لا انا ما كانش حق حد يا خال. ايه ده؟ ايه ده؟ امال خلينا نعرف نتكلم. لا الا الحرام، انا ما كانش حق حد ومحدش هياخد مني حاجه. كانوا بيقولوا ايه يا حسان؟ ما تعرفش؟ ايه؟ هو انا يعني هعرف منين برضك يا سي علوان؟ انا اصل زي ما تقول كده كنت واقف بعيد حبتين. فيعني ما سمعتهمش خالص خالص وهم بيقولوا ان العمدي لطش الورث بتاعك. ايوه، وانك انت لك حق في الورث. وبرضك زي ما تقول كده حسهم كان واطي واطي واطي. وبرضك ما خدتش بالي من العمدي وهو بيحلف انك لما تشوف حلمة ودنك مش هتطول قشاي، وانك انت اللي طبعاً في املاكه دي كلها اللي هو عملها بعرق جبينه. ده كمان بيمطل مع خلك يا علوان.
اللي يكذب على اللي خلقه يكذب ويمطر على اي حد يا فهيمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا يا حسان قوم يلا 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 بينا. يلا سي علوان. بقول لك ايه يا ست فهيمه الله يرضى عليك، ما تخليش سي علوان يقعد يقول لي العمده كان بيقول ايه وما بيقولش ايه وابصر ايه ومدرك ايه، ما يصحش كده. لهو فاكر انني هقول له ان العمده حلف بكل الايمانات انه لو اتنطط تنطيط كده مش هيطول الشاي ولا حته عتبايه من البيت ولا حتى شبر من الارض. ايه امال ايه؟ انا مش معقول هقعد اتلصص واتجسس على العمده في كل وقت، كله الا كده. ماشي يا حسان، انت اللي عندك الحق والمستحق يا رب. يلا اطلعي يا بنت وخدي الباب في ايدك وانتي خارجة. خدي يا ابو العيلة، كل يا حبيبي. شبعي. ملك يا ابو العيلة، انت مش مبسوط ولا ايه يا راجل؟ مش مبسوط ازاي؟ الكلام ده يا ست راوية. ست راوية؟ ده انت اللي سيدي وتاج راسي. بص يا ابو العيلة، انت خلاص يا اخويا بقيت راجل، وانا وانت بقينا واحد، يعني اللي تشاور عليه كده تنول ومن غير اي كلمة. ان شاء الله حتى يا اخويا تطلب لبن العصفور. ده انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا ابو العيلة. وانت كمان يا راوية، غلاوتك عندي ملهاش وصف ولا حدود. انت زي ما بيقولوا كده طوق النجاة. طوق النجاة؟ يوم مال القشة اللي بتنجي الغريب. حكيماني كنت غرقان غرقان خالص. ألف بعد الشر عليك يا حبيبي من الغرق، إن شاء الله يا أخويا اللي بيكرهوك. تعرف يا أبو العيلة، أنا ليلة امبارح أول مرة في حياتي أحس إني اتجوزت. آه أنا النهاردة عروسة ودي صباحياتي اللي كنت بحلم بيها من زمان من وأنا صغيرة. أنا بحبك أوي يا أبو العيلة أكتر من أي حاجة في الدنيا. في إيه يا راجل؟ ما تقول أي حاجة حلوة. أقول إيه يعني؟ هو فيه كلام ينحكي ولا ينروي بعد اللي انت قلتيه دي؟ يا اخويا اقول اي حاجه. هو انت يعني ما كنتش بتقول كلمه كده ولا كده لفاطمه؟ فاطمه خلاص كل حي راح لحاله، موال وقفلناه. اسمع بقى يا خال، علوان ملوش حاجة عندي، وأنا بقول قدامه أهو وأعلى مفخله وركبه، وبقول كمان لو حد هوب من قصبة في أرضي أنا هطخه بالنار. هو إيه؟ عايزين تاكلوني حي ولا إيه؟ إيه اللي بتقوله ده يا ولد؟ أنت اتجننت؟ اسمع بقى يا خال، أنت من ساعة ما جيت وأنا عمال أسمع لك، وأنت الصراحة بتقول كلام لا يودي ولا يجيب، واللي أنا فهمته إن أنت بتطبخها وهي علوان وهو لعب في دماغك. حنش لما ياكل جسمك ما يخلي فيك نسيرة يا وسخ. انا مطبخها معاه واكل عقلي. طب اسمع بقى يا عثمان، علوان هياخد حقه هذا والا والله يمين على يمينك ما هو واخد مني مليم احمر. الموضوع ده يعني خلصت منه خالص وقفلته من زمان، وشوف بقى انت وراك ايه عشان انا مش فاضي الصراحه. انت بتكرشني من دارك يا عثمان؟ يعني حاجه زي كده، افهمها زي ما انت عايز. اخصى عليك يا ناقص. وانت يا علوان احمد ربنا وبوس ايدك وش وقفه ان انا ما بلغتش عنك المركز انت ومراتك في اللي انتوا لهفتوه، وعملت برضو حساب للاخوه والاخويه. خلاص يا عثمان كده يبقى انت لا اخويا ولا اعرفك. واني بقول لك اهو عايزك تسمعني كويس، اذا كنت انا مستحملك لاجل خاطر ابويا الحاج الله يرحمه ووصيته، فاني بقول لك ان من السعاده يعني يتيم الاب والام ووحيد كمان. وإذا كنت أنت بتقول إن أنا ملياش حق عندك، أنا بقى بقول لك إن ليا حق وهاخده يعني هاخده،
واذا كنت انت برضك بتقول ان اللي يقرب قصبه من ارضك تطخ وتخلص، انا بقى عايزك تعرف كويس ان اللي ياخد حقي اشويه على نار هاديه لحد ما لحمه يزنهر قدامي يا عمده البلد دي. سمعتي؟ شفتي؟ طبعا سمعتي وشفتي. ايوه، عشان تعرف ان انا عندي حق. انا عندي حق ولا لا؟ انا عندي حق. اوعي تقولي لا، انا عندي حق في كل اللي قلته. وياما قلتلي لازم اجيب حته عيل عشان اللي بيحصل ده، او حصل اهو من قبل ما اجيب الواد. انا قلتلك لازم اجيب واد ليا وليكي. انت مش فاهمه حاجه. هتسيبيني لما تشوي؟ بيقول لي هشوفك لما تزنهر. هتشوي وهزنهر. يا اخويا هنزنهر يا حفيظ، هنزنهر انا وانت. لا يا اخويا، انت اللي هتزنهر لوحدك. انتوا اخوات في بعض وانتوا حر في بعض. وهدي نفسك كده هيجرى لك حاجه. اهدي ايه؟ بيقول لي هشوفك وتزنهر. يعني انت مش همك الكلام ده؟ يا اخويا هاممني بس. ما انا قلت من زمان انت اللي حنين ومهاود كده. هيركبوك، شد عليهم شويه مش كده؟ هو النهارده كام في الشهر؟ يعني يجي اخره كده. حلو. وادي حسان. يا حسان تعالي انت هنا. ايه ده؟ انت رايحه فين بإشاربي؟ ما هو أشربي اللي عطيهولي حضرتك كان أشربك وعطيتهولي في العيد اللي فات، ووعدتيني قلتيلي العيد اللي جاي حديك الأحمر أخوه. أني قلتلك كده؟ أيوة. أنا يعني هاخده من دولابك قوة واستقدار. نسيت، رايحة فين؟ أني قرصت الجلي ونظفت الزريبي وأكلت البهايم. حمشي بقى. أيوة رايحة فين؟ أني هقولك بس وحياد سيدي السايح، ما تضايقي نفسك ولا تقهري روحك ولا تقولي لي لا ما تروحيش. انا رايحه للست فاطمه. ما انا ما اقدرش اقول لها لا. انت عارفاها شبشبها قد كده، وانا اتلسوعت منه كتير. وامانه عليكي ما تقولي لها ان انا قلت لك، زي ما انا هقول لها ان انا ما قلتلكيش. اروح؟ روحي روحي بدل ما اخد اشاربي منك. لا على ايه؟ لو مزعلك اخليه. روحي. طاي طاي طاي. يا اهلا وسهلا. خطوه عزيزي. اهلا يا باشا. على فين يا عمده؟ انا كنت عايزك. خير؟ يعني موضوع مهم يعني ما ينفعش يتاجل؟ لا ما ينفعش يتاجل، انا اسف. وما قلتليش ليه يا زفت انت من ساعه ما شفته؟ ما جيتش قلتلي ليه؟ وكان بيناي ليه عندها ابو العيله دي؟ طب غور غور باخبارك اللي زي وشك دي. اهلا يا باشا. يا مرحبا. خد يا واد يا غفير، انت خد تعالى هنا. تروح دلوقتي حالا تجيب لي الزفت اللي اسمه ابو العيله دي. احنا مش هنخلص بقى من الحكايه دي ولا ايه؟ يلا غور. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك. الشاي يا ولد، الشاي بصوره. اتفضل يا باشا. اهلا اهلا. خطوه عزيزي. اتفضل جنابك. ايه خير؟ قول لي انت الاول يا عمده، ايه حكايه الواد ابو العيله ده؟ عمل حاجه تانية ولا ايه؟ ايه بيلعب في معاميعي بعيد عنك. حريلي كبدتي. بس سيبك جنبك بالحكايه دي، ما تشغلش بالك بيه. انا هعرف ازاي اخليه ينبط. سعادتك كنت عايزني في حاجه بس انا يعني مشغول حبتين يعني، وعندي مشاوير كده مهمه يعني. خير؟ مش خير يا عمده. المره اللي اسمها رجوه دي مش خير ابدا. لازم تتقدم. بقول لك كده من الاول، قلت اطلعوا من البال. عندك حق يا عمده، انا كنت غلطان. بس انا مش عايزك تبات في بيتها الليله. دي حاجه بسيطه قوي. وتبوس الايادي وتتذل. ودي حاجه سهله برضو خالص. بس هي يعني عملت ايه عشان ابقى فاهم يعني؟ وانا حظلمها يا عمده. انا خايف على البلد وسمعه البلد وبنات البلد، ما انت عارف. ايوه ايوه، خايف على البلد وسمعه البلد، او حتى تكون انت مقهور منها. مش ده المهم. المهم ان سعادتك عايز تكسر مناخيرها وتجيبها الارض، صح؟ صح، وفي اقرب وقت ممكن. سهل بسيط، تربة حشيش تتحط عندها في بيتها، وبلغ لسعادتك انها بتتاجر فيه. خلص الموضوع. ومين اللي هيحط لها تربة الحشيش في بيتها؟ سهل. وادي حسان. وادي يا زفت يا سنجاب. اي ليله يرد عليا. ايوه تمام جنابك. البنت حمديه تخلص شغلها عند ستها فاطمه وتروح لجناب المأمور، هو هيقول لها على حاجه تعملها. يلا انصراف. علم جناب. شفت حاجة سهلة خالص اهي. ويا سيدي كمان تربة الحشيش من عندي، بس سعادتك بقى يعني تبقى ترجعها لي كده يعني من أي زبطية ولا حاجة.
شوف بقى انا مستني الواد ابو العيله دي عشان لما يجي ارقع له صداعه حبتين وبعدين اروح اشوف المشاوير المهمه اللي مستنيان. انا عايز عمليه صايبه ومظبوطه يا عمده. ما تقلقش سهله وبسيطه ان شاء الله. وانت لو عايز تبعت الواد ابو العيله في اي وقت عشان اقدمهولك انا تحت امرك. هيحصل ان شاء الله هيحصل، بس انا يعني مش مستعجل على الحكايه دي، ماجلها حبتين. اتفضل جنابك. سلام يا عمده. الف سلام، انست ونورت وشرفت. ده ايه النور ده؟ الف الف سلام. بعد كده يا ابو العيلي واقف تتحدث مع فاطمه؟ ليه؟ فيه بينك وبينها ايه عشان تقف تتحدث معاه؟ يا سلام، هي حصلت؟ ماشي. وجناب المأمور كمان، الظاهر البت راويه ده لقيته جاي يقول لي بحافظ على سمعه البلد وبنات الكفر، على ايه الكلام ده؟ ايه الخلايق دي يا ناس؟ ايه الناس دي؟ اي غفير يجي لي؟ اي حمار من اللي بره؟ يا سلام، ده هي كده. ايوه. نعم يا حضره العمده. الشيخ مبروك، تروح تجيبه لي حالا في التو واللحظه والحال بالعجل. حاضر. يلا. بقى كده يا ابو العيلي، ماشي. ايه اللي بينك وبينها عشان تقف تتحدث معاها كده اهو وجها لوجه؟ ايه؟ مش عامل لي حساب؟ لا، انا مش سهل. مش سهل ابدا، مش سهل خالص. واني هوريك انا مش سهل ازاي. قال ابو العيله، قال عيله ايه؟ ده عيله نفرين وطفايه، ده كلام؟ ماشي يا ابو العيله، ماشي. حرير سوريا، سوريا حرير، حرير سوريا، سوريا حرير، حرير سوريا، سوريا حرير، حرير سوريا. يا عم خليلي قماش، هات حمارتك العرج دي وحصلني على جوه. يا رب يا ساتر. تعالى يا عم خليل. العافية يا فاطمة. أموري أموري يا ست الستات. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، افرد كده وريني اللي معاك. افرد ايه واوريك ايه؟ هو انت مش رحت اشتريتي القماش من مصر ومن المنصوره؟ ايه يكشي قماش البندر احسن من القماش اللي عندي، ولا يمكن بيتفصل لوحده؟ يا راجل بلاش كتر كلام، يحجتك ايه؟ ما تفرد اللي عندك وتوريني، ما انا هشتري منك. انا اللي عندي مش موجود لا في المنصوره ولا في مصر كلها، ده حرير سوريا. سوريا يا حرير، امسكي امسكي القماش كده بايدك، ادعكيها وعسيها كويس. ها ايه رايك؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ايه زي الفل. طلباتك. طب بقول لك ايه يا عم خليل، انا عايزك تقطع لي من كل لون جلابيه، ولا اقول لك خليهم جلابيتين، وكمان عايزك تقطع لي من التل الغالي ده طرح بالالوان كلها علشان افصلها على مزاجي وعلى ذوقي. طبعا، ما هو الغالي للغالي يا ست الكل، بس دي شغلانة كبيرة وحسابها كبير. ايه هي في حاجة تغلى عليا؟ وبعدين ما الشيخ مبروك هيحاسبك على كل حاجة وهيديك إكراميتك كمان، ولو مرضيش يديك واستنتن معاك بس بقى قول له انا هقول للست فاطمة وتشوف هو هيعمل ايه. حاضر، انا هوضب لك الشغلانة على مزاجك واجيبها لك على رموش عيني. امال احنا هنفرح امتى كده ان شاء الله؟ قريب قريب ان شاء الله، ربنا يتمم بخير. بس ثانية، كان ليا طلب صغير كده عند حضرة العمدة يعني. و بس كده، اعتبر طلبك مجاب من قبل ما حتى تطلبه، بس اصبر علينا شوية عشان احنا اليومين دول مشغولين لشوشتني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك من نعيمه يا ست فاطمة. انا هروح دلوقتي وهجيلك بسرعة ان شاء الله. بقول لك ايه يا عم خليل، أنا عايزاك لما تروح للشيخ مبروك تحاسبه تضرب الطقف اتنين، ولا أقولك خليه في تلاتة واكبش وعبي زي ما أنت عايز، ما هو مش هيدفع من جيبه، كله من مال العمدة اللي لا ليه أول ولا ليه آخر. الله يجازي شطالك يا فاطمة. سلام عليكم. خطوة عزيزي. عز مقدارك. حياة.
اهلا يا منار. عامله ايه يا اختي؟ ليكي وحشه والله. عامله ايه؟ قلبي وجعني، قلبي وجعني قوي يا فاطمه. الف سلامه على قلبك يا اختي، الف سلامه عليك. هل انت صحيحه هتتجوزي اللي قتل محروس يا فاطمه؟ يكشك كوني فاكرة أنني اتجننت زي بقية ناس البلد يا فاطمة. ده أنت غلبانة وأني بحبك. أني ما اتجننتش والله. يا أختي عارفة، ربنا يكملك بعقلك يا رب. وأني برضك أقول كده عليكي يا مناري. يبقى ردي علي، أنت صحيح هتتجوزي اللي قتل محروس؟ هتسيبي جوزك عشانه؟ هسيب إيه؟ هو يعني كان بإيدي، بس هقول إيه؟ حكم القوي يا أختي. طب ليه كده؟ ده أنتي بنت حلال. خايفة علي؟ لا الصراحة لا، أنا من بعد ما حروس ما عدتش أخاف على حد. بس أنتي غلبانة زيي يا فاطمة، ولو عمدك كافر ابن الكلب ده هياخدك. عارفة، عارفة انه كافر وابن 60 كلب كمان. بس عتمان ده لو حنش وديني وما اعبد لخليه يسم نفسه بنفسه بحق كل دمعة عين وقهرة قلب، لخليه يصرخ ويقول جاية مسلمين وما يلاقيش حد يغيطه ولا ينجده. يعني هتاخدي لي حق محروس منه يا فاطمة؟ حق محروس وحق ناس تانية كتير يا مناري. حق محروس وحق ناس كتيرة. يبقى روحي اتجوزيه، اتجوزيه يا فاطمة. يالك يا عمدة، أنا يالك يا سيدي، النهاردة آخر يوم في العدة. يبقى دخلتي عليها الليلة. أيوة أمال، اجري بقى هم كده بالعجل تجيب المأذون وتيجي على دار فاطمة، ولا أقول لك هاتوا على هنا وإحنا نبعت نجيب فاطمة. للدرجة دي يا عمدة؟ ما أنتش قادر تستنى، خلاص الحب شنكيلك وجابك على بوزك. ما تقوم يا مبروك وبطل رغي ولدت وعجنة، ده رأيي في إيه؟ حاضر يا عمدة، الله وأنا أقدر أقول لك أيوة حاجة، بس على الله بقى ما تنسانيش وتفتكرني لما ولي العهد يجي كده ويقعد يوقف في إيدك. وأنت هتقعد ترغي كده وتزن ولا هتقوم بقى ولا إيه؟ خلاص يا عمدة هقوم، إهدي، ما أنتش قادر تستنى خالص. والله هتركبي وتدلدلي رجلك يا فاطمة يا بنت الأجري. صدق وتأمن بالله، لا إله إلا الله، أنا ما تعيبش لو كتبت فيك محضر ورميتك في الحجز الميري بمناسبة الكلمتين الخايبين اللي أنت قلتهم دول. قلت إيه بقى؟ العواف. عايز مني إيه يا عمدي؟ أنت جنابك اللي عايز إيه من البيت؟ بيت مين؟ إيه؟ هنستقبل يا واد ولا ايه؟ البنت فاطمه بتتهجم عليها ليه؟ انا ما اتهجمتش على حد. لا اتهجمت عليه، انا كنت رايح اشوف الاولاد. هي بذات نفسها قالت لي ان انت اتهجمت عليه، واني بقى بما ان خطيبها من حق اغير عليه
وبما ان العمده من حق احبسك بتهمه ان انت بتهجم على الحريم في ديارهم وهم امنين. تاني مش كفايه لحد هني، عايز مني ايه تاني يا عثمان؟ ايه يا ولد عثمان كده اهو شاهد يا شيخ مبروك. ايوه شاهد، ده انا حتى لو ما شفتش حاجه شاهد يا عم. اختشي ادم العلم والكلام، انت في حضره العمده بذات نفس. بعد اذنك يا عم الشيخ، انت اختشي انت واسكت، ومالكش صالح بالموال دي. قول لي يا ولد كنت بتعمل هناك ايه؟ نقول من تاني، كنت رايح اشوف الاولاد اللي هم عيالاني. عيال ايه يا ابو العيال؟ واني برضه هيخيل عليا الكلام ده. كنت بتعمل ايه هناك يا ولد؟ مصمم تعرف يعني؟ ايوه ماشي. كنت بتهجم عليه. قال لك ايه في ودنك يا عمد؟ ما تستنى يا مبروك انت التاني. لا ما استنيتش يا عمد، استنى ايه؟ ما انا لازم اعرف. افرض يعني لا قدر الله اضطربت للشهاده، عشان لما اقول كلمه ابقى بقول كلمه مظبوطه يا عمد. شوف يا عمد، انا حاسس ان الواد ده راح يشوف عياله، قامت هي منعته، قام هو اتشد عليها واتعصب عليها فتهجم عليها. صح يا ابو العيله ولا لا؟ ده صح الصح يا ابو الشيوخ. انت يا مبروك بالقوي، يلزم هاته خدمه تاني يا عمده كفر ابو شوكي. اسمع يا واد انت يا غلبان بالقوي، انت لو هوبت يمه فاطمه تاني هيكون اخر يوم في عمرك. قلت ايه بقى؟ قلت يا ريت. مهاني خلاص ما عادش عندي حاجه ابكي عليه، حتى عمري اللي بتحكي عليه ده اهو راح. يلزم حاجي اتني ولا امشي؟ لا تنك ماشي. العواف يلا. وانت قاعد بتصغر لي كده ليه؟ امشي يلا، شوف وراك ايه. يلا حاضر. يا ابن البلغة يا ابو العيله، هو قال لي ايه في ودني؟ قال لك انه كان بيتهجم عليه. لا كان رايح يشوف العيال. ايوه يا عم ده كان رايح يشوف العيال، انا سامع بوداني. مش عياله هناك. ايوه يعني انت عايزه ايه يا بنت يا حمدي؟ بيت تفي من بقك يا اختي. البت قال انا يا اختي من يوم خرطت البنات ما خرطني وانا في بيت العدل. ايوه يا حبيبتي زمن البطوطيه خلاص، اللي راح راح يا قلبي وشكوتك لله. انا دلوقتي الست حمدي. مهاني مش فاهمه منك حاجه خالص، هاتي من الاخر يا بت. بقول لك ايه، نفسي في حته لحمه ضاني لحسن اكل التير بكاني. واقول لك يا بنت على حاجه، خلي بالك انا بقول اللي على لساني واللي مش عاجبه يروح وينساني. اه ست حفيظي الغلاويه السريمه غلاويه يا بنت كده من ناحيه الست راويه الست بتاعتك منعتني اجي. سريمه يا بنت وبتغلف نفسها من ناحيتها. ايوه بس انا بقى قلت ايه لحفيظه ولا غيره، دي كده كده يا بنت بخيله جلدي، فانا قلت اكسر كلامها واجي اخد حته لحمه يا اختي ابر العيال وابو العيال. يا اختي الست ندورها كتير، ابقى عدي علينا النادر الجاي واني بنفسي اللي عشان لك نصيبك. بس كده عارفه يا بنت الخرفان بتترمى تحت رجليها بتمقمق. ستر يا رب. اني بقى الخروف ده بالذات عايزه منه حته. اختي الله اكبر الله اكبر، ازازة باتس يا ناس ماشية على الأرض، ازازة شربات ورد يا ناس ماشية على الأرض. الله اختي أقول لك بس في سرك، ست حفيظي غلول سرامه منك سرق. ما بتقبلكيش، عارفة إن أنت ست الحتة كلها. أيوة ولما تيجي سيرتك تولع. الله أكبر الله أكبر، خمسة وخمسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. ازيك يا حمدية وازاي جوزك وولادك؟ يبوسوا إيدك يا حبيبتي. يلا يا بنت يا حنان خشي يلا جيبي لها شويه لحمه وحته فته من جوه. حاضر. بقول لك ايه يا حنان، يا ريت الكراكيب وبالمره الممبار عشان اعمل يعني احشيه لابو العيال، بيحب الممبار قوي. احشيه واجيب لك حته يا ست. قولي لي يا حمديه، انت يا اختي مش ناويه تتلمي شويه؟ قال يا لهوي يا مستهوي يا خرابي يا عرابي، ليه بتقولي لي البق ده؟ ليه عملت لك ايه يا ست عشان تقولي لي كده وتصدميني في وشي بالكلام دي؟ عملت لك ايه؟ ده انا وحدانيه ومكسوره ومقطوعه من شجره والشقه في البيوت مغلبني وتعبني. اوعي يا بت تكوني فاكره ان انا نايمه على وداني. اتلمي شويه يا وليه علشان جوزك وعيالك، اذا ما كانش عشانهم يا ستي يبقى عشان خاطر ربنا. حكم. يلا يا بت يا حنان شهالي. ليه كده؟ ليه كده يا ست؟ ليه كده تقولي لي الكلام ده ليه؟ ليه ده انا حتى بحبك.
ده انا حتى وحدانيه ومقطوعه من شجره يا ست. ليه كده؟ اقول لك يا ست، اقول لك اني انا يا ست مش خاينه وصاحبه صاحبي وببقى على العشره وعمري ما زعلت حد مني. لا هي يا رب، يا انا بقول لها ايه؟ بقول لها زيستس باتيس وهي ما حصلتش زير في شربت ميه؟ الست حفيظه، الست حفيظه برقب. مدي ايدك يا حمدي، تاخدي اللي فيها وتجيبيها يا بت، دي حله نحاس، فاهمه؟ يعني يا اختي حله الملك فاروق ما حله زي بقيه الحلل. هاتي كمان اللي يروح عندك ينقال عليه يا رحمن يا رحيم. البسي بالعافيه، اقعدي بالعافيه يا ست. وانتي يا ريت تلبسي وتقعدي معاهي. تلبسيه واقعدي؟ انتي بتقولي ايه؟ اهو تلبسي اللي تلبسيه وتقعدي يا حبيبتي في اي حته تحبيها، وان شاء الله هجيب لكم فرقه حسب الله تزفوكم. ايه ده؟ لا يا اخويا الكلام ده ما يمشيش معايا. انا لازم زفتي تبقى من اول البلد لاخرها، ولازم الكل يمشي فيها، نسوان البلد ورجالتها وحتى عيالها الصغيرين. ايوه امال ايه؟ ولازم يفضلوا يزغرطولي والزغاريط تحوطني من كل جهه. يا كده يا عمدي، يا اما مالكش عندي جواز. وليه ده كله ليه؟ ليه هيكون ليه يعني؟ هو انت يعني عايز تتجوزني كتامي؟ لا هو انا كنت عامله ولا عامله؟ وبعدين اذا كنت فاكر نفسك هتشتريني بالحلقه اللي انت جبتهولي دي، لا يا حبيبي دقيقه واحده ويبقى الحلقه بين ايديك. يا بنت مش قصدي، انا اقصد بس يعني ايه لازمتها؟ ايه الزمبليطه والزيطه والمصاريف دي كلها؟ شوفي ليك عليا، روح اسكندريه يومين، هناك بقى عاملين زحليقه وفي جنبيه منها زفليطه، انا بقى ليا شوق نزفلط انا وانت في الزفليطه، ايه رايك؟ لا يا اخوي انا ما يلزمنيش الكلام ده، انا لازم الفرح يبقى صباح. ايوه امال ايه؟ انت عايز تبوظ لي اليوم اللي انا استنيته طول عمري؟ صحيح يا بنت، انت مستنيه اليوم ده؟ ايوه طبعا مستنياه، ومستنيها كمان على احر من الجمر. يلا بقى يا عمدي عشان ما نتاخرش، عايزك تروح تتفق على لوازم الفرح، وبالمره تبعت لي نظيمه يعني عشان تظبطني وكده عشان الليله الكبيره. انا ما كنتش بحبك وبدوب فيك دوب. والنبي اللي في قلبك اكتر بكتير، ومصيره هيبان مع الايام. يلا بقى يا عمدي يلا، عايزه الناس كده اول ما يشوفونا جنب بعض يقولوا يا سلام يا ولاد، ده كأن عمدتني اول مره يتجوز. وليه كأن؟ ما فعلا دي الحقيقه، اول مره هتجوز. ايه ام الحفيظه دي هتبقى ايه؟ دي كوبه بعيد عنك، دي واقعه سودة، دي قطعت خلفي من اول ما شفتها. صدقي بالله انا ساعات بكون نايم كده وعطشان، نفسي اقوم اشرب بق ميه، بخاف اقوم اشرب لا تطلع لي في الضلمة. يهجتك ايه يا عطوم؟ ايه شربات؟ شوف هي ساعة زمن وكل لوازم الفرح تكون جاهزة، والليلة صباحي زي ما انت قلتي. بس بقولك ايه، شوفي كده كلمة دلع تانية كده غير عتمة وعتومة دي، انا مش شايف منها حاجة. بس كده عنيا الاتنين، انت بس تؤمر. حاضر يا عتوم. تاني دي لزقت. خلاص بقى يا عمدي هنلاقي له حل الموضوع ده. هو بقى موضوع. سلام عليكم. عايزك ضروري. همي يا بيت. يوه عايزاه ان شاء الله يا حسان. ازيك يا بيت، توحشتي. الحمد لله. بقول لك ايه يا اخويا، روح لحالك الساعه دي، انا مش فايقه لك. ايوه يا بيت، انا مش عاوزك انت، انا عاوز ستك راوية. والنبي ما كنتش تمشي من هنا لاكون من ديالك الست راوية واخليها تفرج عليك الدنيا. يا هبل ايه اطلعي ندهلي، ده انت هتروحي في 60 داهي. ليه كفر الشر؟ البنت حمديه جت لكم هنا؟ ايوه جت. طب اطلعي ندهي ستك راوية اوامك. فيه ايه يا اللي تنشك بمصاريلك انت؟ يا بنت اطلعي اوامك اوامك، هتروحوا في دهي. حاضر فريري.
صحيح اللي انا سمعته؟ ايوه. دخلتك الليله؟ ايوه. هتدخل فين؟ هنا على فرشتي؟ لا، في اوضه المسافرين. يعني بعت مبروك يجيب العفش ويقيمه. جبت لها عفش يا عمدي؟ بقولك ايه يا حفيظ، انا دماغي فيها 100,000 حاجه، سيبيني بقى اشوف انا هعمل ايه. مش شايف غير نفسك ولا حاسس غير بروحك. ما هو بعد اللي عمله علوان واخوك السيد، انا بقى ما بقاش يهمني كبير ولا صغير، ما بقاش يهمني غير عتمان، عتمان وبس. ما هو مش بعد ده كله يجوا هما بقى ياخدوا عرقي وشقايا ومجهودي وتعبي وفلوسي وارضي. طب واني؟ اسمعي يا حفيظي، انا مش هقولك انني ماليش مزاج من فاطمه، انا عارف انك عارفه وانت فهماني وخبزاني وعارفاني كويس، واني كان ممكن اخد اللي انا عايزه من فاطمه من غير جواز ولا حاجه، بس انا بقى عايز اخلف، عايز اجيب عيل ليا وليكي، العيل ده اللي هيخلينا سيره في الدنيا. يا حفيظه احنا من غير ذريه ولا حاجه، وعلوان اخويا واخوك السيد هيرمونا للكلاب تنهش في لحمنا، ويعيشوا هما بقى في العز والنغنغه، وانا بقى خلاص ما بقاش في العمر قد اللي راح. بعد الشر عنك يا عمدي. يا حفيظه احنا يلزمنا عيل، والعيل ده هو اللي عامل لنا امتداد بعد كده، وهيتكتب باسمك انتي بعد ما فاطمه تحبل وتولد وتغور في داهيه. فهمتيني؟ أحلى حاجة في حياتي. لا مش أحلى حاجة، ده أنت حياتي كلها بحلوها ومرها. فتشوا البيت شبر شبر، يلا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هي وكاله؟ انت معاك اذن من النيابه؟ اسكت انت خالص، انا مبلغ بالعمليه. ايه اسكتي دي؟ واسكت انت كمان، حسابك معايا بعدين. ايه انت جاي تخرسني في ضهري؟ طب ما تقول لي عاوز ايه؟ يمكن اسهلها عليك. ايوه صحيح يا بيه المأمور، انت بتدور على ايه؟ قول ما تخافش. هتشوف يا عريس، هتشوف. ما هو لو تقول لي بس بتدور على ايه هريحك اخر راحه يا خالد بيه. وحياه مقامك اللي ما قدروش ولا عرفوش البيه الكبير سليمان باشا مدكور. ايه نسيته؟ ده يزعل قوي، اصله ما يتنسيش. لا 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 يا خالد بيه، ايدك دي تنها جنب منك، هتلزمك في التفتيش. إن لقيته حاجة أهلاً وسهلاً، إن ما لقيتوش بتوكلوا على الله. مفيش حاجة يا فندم. صرف. يا دي الكسوف، هو البي كل ما يجي ينطرد ولا إيه يا ولاد؟ مش هفوتها لك يا رولا، مش هفوتها لك، وأنت أنا هوريك. أنا اللي مش هفوتها لك يا خالد بي، أنت والعمدة بتاعك. اللي حصل ده مش هيعدي على خير، وانا قلت لك قبل كده انت لسه ما تعرفش راويه. ما صدقتنيش. بشرفي لوريكم.
شرفت يا خالد بيه. اتفوق عليك راجل ناقص. بقول لك ايه يا راويه، ما كانش لازم تجيبي سيره الموضوع ده خالص. بالعكس، ده هو ده وقته، كان لازم احرق دمه. يا حلاوه يا اولاد، يا حلاوتي كده وانا قاعد في وسطيكم ولا كوز الذره مش فاهم حاجه. ايه مش هتفهميني؟ هفهمك على كل حاجه يا ابو ليلى. بنتي يا حنان. يا نعمين. روحي لابو العروسه اياها وقولي له ان قريبه العريس هنا وعايزه تشوف البيت، ولو عجبتها هتاخدها بكره وتسافر. فهمتي؟ حاضر من عيني. القلب ده في هواك يا غالي عليا. ولا العمده نفسه؟ هو في واحده يا سعاد تقدر تقول لا ايه؟ ولا راجل ما يجيش ينقط؟ بس تسكتي انت وهي لحسن كلمه تركيدي ولا كده؟ واحنا لا حلمي كده ولا حلمي كده؟ اختي مش عايزين نعرف ولا كده ولا كده. يا ناري انا هموت من الفرسه يا ابو العيله. ما هو احنا بقى يا المأمور الزفت ده. الحكايه خلاص بقت على المكشوف، وانا بصراحه ما بحبش احس اني ضعيفه. اللي هيهوي بناحيتك انا هولع فيه. ايه اللي ضعف دي؟ ايه؟ ايه ضعيفه ومش ضعيفه؟ انا رحت فين؟ يا لهوي عليا، انت بتخاف عليا بصحيح يا ابو العيله؟ ايوه ما أنا خلاص مش هبقى خيخة تاني. ولو فيها عمري، لو هدفع عمري مش هنيخ. ما أنت لو كنت شفتيني النهاردة وأنا مخلي العمدة يتنطط كده قدام مني، أنت تعرفي إن الكلام ده صح وإن عمري ما هتضي تاني. أما البيه المأمور فسيبهولي، أنا هتني وراه حد ما أعرف آخرته إيه. أيوة يا أخويا قول، معنى كلامك ده إنك مش هتعمل كده عشاني. جرى إيه يا راوي؟ ما هو عشاني وعشانك. لو أنا مش نفسي أحس إني راجل قدام نفسي. يا لهوي، ده انت راجل وسيد الرجاله يا ابو العيله. مش بالكلام يا راوي، مش بالكلام. انا اتخنق تاني، انا عايز ابعد عن البلد شويه. طب خدني معاك.
بس انا مش عارف اني رايح فين. انا عارفه. طب وهنعمل ايه في الست المنتهيه جوه دي؟ طب وفيها ايه؟ احنا هنروح ناخد سهرتنا ونرجع تاني. على فين طيب؟ انا هنسيك الدنيا باللي فيها يا ابو العيله، يا سيدي وراجلي وتاج راسي. يا ارض حروسي ولا تقروسي، حريه من الجنه يا ناس. شفتيه؟ شفتي الشبكه اللي جابها لك العمده؟ يعني يا لك يا عمده، يعني يا لك. اكتمي يا وليه، بلعت الكلام انتي، اكتمي خالص. أني؟ أني برضو يا فاطمي؟ فاطمي؟ من هنا ورايح اسمي الست فاطمي، انتي فاهمة ولا لا؟ على الله اسمعك تقولي فاطمي ده تاني. فاهمة فاهمة، ست فاطمة وست الستات كمان بقى الحلاوة والنقوة دي كلها ودوبان العمدة فيه. ما تقبل ستي؟ لا، ستي وست الكفر كله. بره منك انتي، بره. قلتي تلاقي حافظه بعتكي عشان تسميني. لا عاشت ولا كانت، اللي تبصلك بعين قرق وبالشر سرق. ده انتي بدر البدور يا ست فاطمي. قالك يا وليه بتتكلمي عليها كده ليه؟ كانها يعني مش حبيبتك ولا حاجه. وحياه خدودك دول اللي موردين من غير حسد، لولاش الفايده اللي بتيجي من وراي صباح ربي ما كنت ارمي عليه. كلامك مش لدد علي ولا داخل لفوق. يا الف بركه، يا الف نهار مبروك يا حبيبتي يا فاطمه يا سلفيتي، يا دره حفيظه يا كيدها قوي. تسلمي لي يا ست فهيمه. جرى ايه يا نظيمه؟ انت مش هتحني لستك ايديها ولا ايه؟ حاضر حاضر يا ست فاطمه من عيني. اه يا اختي، انا عايزه اتحنى حنى ايدي وحني رجلي كمان. بقول لك ايه يا نظيمه، نستسمحك كده يا اختي يعني في كلمتين، انا وفاطمه لوحدينا. حاضر. خير يا اختي؟ عايزه اقول لك يا فاطمه، خدي بالك من اللي انت رايحه له. سبق وقلت لك وبقول لك تاني، النار يا بنت بتحرق صاحبها. وعثمان وحفيظه ملهمش عزيز ولا غالي. وبعدين ما احنا عارفين عثمان يا بنت واخدك بطن تشيل وتحط، ولو خد اللي هو عايزه مش هيبقى لك عنده عازه. طريق عثمان له سهل ولا هين. انا عارفه ان طريق عثمان له سهل ولا هين، بس عشان تبقي عارفه انا خلاص عرفت عثمان وحفظت اكتر من نفسه. متخافيش علي، أني خلاص مبقاش حالتي اللي أبكي عليه، لكن عثمان وحفيظي حالتهم اللي لو راح منهم هيبكوا عليه بكى العمر كله. المأذون وصل يا ست الستات. Thank you.
ارقصي يا بلد، ارقصوا وتلووا كده، داني بكرة هرقصكم على النار من مر المرار. مش انتم متعودين ترقصوا للظلم والافتراه والغصبانية؟ أنا هرقصكم الرقص اللي بصحيح، وحشربكم من كاس الذل اللي ملا جوفي ومرر عيشتي وحياتي، كاس القهر اللي موت قلبي وحرق كل حاجة حلوة كانت فيه. تقلعي بقى الطرحة عشان ندوق الفرح. اصبر بس ناخد على بعض. ناخد على بعض ايه؟ طب اغير الفستان عشان اغير انا كمان. يا دي الكسوف يا دي الكسوف. كسوف من ايه يا بيت؟ يا بيت داني جوزك. انا لحد دلوقت مش عارفة اصدق الحكاية دي. حكاية ايه؟ حكاية ان انت جوزي، يعني العمدة بجبروته وإيده الطايلة يختارناني؟ أني فطني الغلباني؟ يا دي الكسوف يا دي الكسوف. يا بنت ما تتكسفيش من حاجة، ده أني من إيدك دي لإيدك دي، يعني أنا بيني وبينك كده، واخدة بالك أنت إزاي؟ ما إيه بقى؟ يا عمدي أنت ليك هيبة. يا بنت أنا بالنسبة لك خيبة، يعني أني عند الناس كلها أنا العمدة، بس باجي عندك أنت على اني كده يعني، بس الحكايه دي بيني وبينك محدش يعرف. ايوه عمدي، تعالى يا عمدي انا عايزاك. عثمان هي عايزه ايه دي؟ طب انا هروح اشوف عايزه ايه واجي تاني، بس ما تمشي، غيري بقى. ها يعني في ايه يا حفيظة؟ عايزة ايه؟ اللي ايه؟ قلت لك عايزاك. عايزاني في ايه؟ ده وقته. ايوه وقته، وانا لما عاوزك يبقى وقته، وتسيب اللي في ايدك كله وتيجي وتشوف انا عايزة ايه. وبعدين مالك يا اخويا ملهوف قوي كده؟ هي يعني المعزة دي هتروح في حتة ما هي متلقاح؟ وتتلم يا وليه وتخلي ليلتك تعدي على خير. اهاني مش عايزه الليله دي بالذات تعدي على خير. ايه قولك بقى انني ممكن اعمل لك مجنونه واخلي اهل الكفر كلهم يتفرجوا عليك. ايه يا عمدتي؟ ايه كل ده يا اخوي؟ بقى تسيب العروسه وتقف مع المقروسه؟ امشي خشي جوه يا خرشوفه انت، على ما اخلص كلام مع سيدك. سيدي بس؟ ده سيدي وتاج راسي وسيدي اللي خلفوني كمان. ده هو جوزي وهو حبيبي وهو يا دي الكسوف يا دي الكسوف يا دي الكسوف يا دي الكسوف. ده هو اللي ستتني وهو اللي سيخني وهو اللي حضني وهو اللي باسني وهو اللي يا دي الكسوف يا دي الكسوف. عيب كده، اتلم يا بنت. اتلم واتلم ليه يا اختي؟ هو في حد غريب موجود واني مش واخده بالي؟ ده جوزي حبيبي نور عيوني وحق انني اتدلع عليه ووريه اللي ما شافهوش. وبعدين انتي ما تقوليليش انا اعمل ايه وما اعملش ايه، انتي هنا زي زيك. شوفي الوليه بتجز على اسنانها ازاي. ايه يا وليه مالك بتبرقيلي كده؟ لا انت هتحضني ولا هتعضيني؟ لا يا عمده لا يا اخويا، انت ما قلتليش انها بت
كمان انه اول مره يحب بجد وانه اول مره يشوف حريم بحقه وحقيه. مش انت قلت لي كده يا عمبي؟ تصدقي يا بنت الكلب ان انا اللي حربيكي. بس يا بنت بقى انت تلمي بقى، ما تعملي احترام النار. انت بتشخط فيا عشان دي؟ دي ومالها دي يا اختي؟ مالها اللي ما تتسمي؟ هي مالهاش اسم ولا ايه؟ انا اسمي فاطمه يا اختي، وزي ما انتي مراته انا كمان مراته، واللي ليا قد اللي ليكي. خسارك يا عمدي، فاضل ايه تاني؟ مخبي عليا ايه تاني غير ان مراتك بتعض؟ وانا اللي قلت خلاص ربنا رزقني بجوزي حبيبي اللي انا دبت فيه وفي كلامه المعسول ده ايام الخطوبه، انما طلع بيخبي عليا، بيخبي عليا ان مراته بتعض. اخس فاضل ايه تاني بس يا رب؟ فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني يا رب؟ انا قلت خلاص ربنا بعتلي الراجل اللي كنت بستمناه وبحلم بيه، الراجل اللي كلامه الحلو نايمني في العسل، لكن طلع غشاش وخبى علي ان مراته بتعض وبتاكل بني ادمين، وكمان يشوفني هنضرب بالمركوب ولا يديش العضاده اللي عايزه تضربني دي كفين على وشها الكشر العكر السمج الفقري دي. مين دي يا بنت اللي يديها بالكفين على وشها؟ يا هبله يا بنت الهبل. طب ايه قولك ان هو مش هيبات معك الليله؟ ايه 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 مين فين؟ انت اتهبلتي يا وليه ولا اتخبلتي ولا وكمان طلعتي بتعوض دي؟ انت هتعوم على عمها يا عره العمد؟ بنت انت اهمدي اخذ الشيطان يا حفيظه، ما تخليش الشيطان يقل قيمتك وقيمتي، خش نام اهدي كده اهدي. يا اخويا انت اللي تهدى، عمال تفرك وتحرم مش عارفه في ايه؟ اول مره تشوف حريم؟ طب ايه اقولك لو ما بتش معايا الليله هروح اقول لاخويا السيد وهتبلى عليك واخليه يجي هو واخواتي يوريك من كل شيء شويه. يا بنت اخفي من قدام احسن لك، واخوك السيد ده اللي انت عماله تهدديني بيه كل شويه انا ليا كلام وياه، انا هشوف اذا كان هو يرضاني البهدله اللي انا فيها دي يبقى فيه كلام تاني. خشي بقى، انا مش هعرف المك ولا ايه؟ انا كنت عارفه انك هتعمل كده. يا دون يا دون الدون. يا بنت اخفي من قدام احسن لك، يعني ممكن اكسحك وقت مرقبتك على صدرك واخوك واديك لاخوك السيد ده متبططه. خشي خش انت، غوري غوري انت. طب ماشي انا هغور. ماشي افتحي يا فاطمه. عايز مني ايه يا عمدي؟ يا بنت افتحي. لا انا زعلانه منك، زعلاني خالص ومصدومه فيك اخر صدماني. طب افتحي افتحي وانا هصالحك اخر صلحاني. افتحي بقى. تصالحني بايه ان شاء الله؟ هتضحك عليا بكلمتين اياك فاكرني عيله صغيره. يا بنت افتحي وانا اعمل لك كل اللي انت عايزاه. كله 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 افتحي. ماشي افتحي بقى. عايزه ايه بقى؟ انا مش عايزاك تقرب مني خالص. هو ده اللي انت عايزاه؟ اهون عليك برضو يا فطاني؟ ايوه ما انا هونت عليك وتهنت قدامك واتشتمت وكنت هتعض كمان. ايه اللي حكايه العض دي يا بيت؟ ده طلعت حكايه. بس انا برضو يعني ما رضيتش اتخانق يعني ليله دخلتي. بس انا كده برضك قلبي مش مطمن، يعني اطمن ازاي لما اتشتم واتهان وكنت هتعض قصاد الراجل اللي انا كنت بستمناه من الدنيا ليله دخلتي؟ اللي هو انا. كملي. لا مش هكمل حاجه. لا حلو الراجل اللي بس كملي. حلو الكلام ده؟ لا مش حلو، انا مش هقول لك اي حاجه من اللي جوايا. لا قولي، انا عايز اعرف شعورك نحوتي عشان الليله تحلو بقى والقضيه. طب تحلو ازاي؟ تحلو ازاي بس بعد ما حفيظه سدتها في وشي وضلمتها اخر ضلماني؟ ينتهم منك يا حفيظه، ينتهم منك ويجيلك من كل عرض مرض. سيبك بقى من الضلماني وخليكي معايا انا. يعني يا حتمان. حتمان. نايم. واحنا هنفضل واقفين في البلكونه كده؟ اما تيجي ننزل نلعب في الشارع. لا يا اخوي انزل انت الاول. لا ننزل سوا. لا انا مش نازل. لا ننزل. والنعمه من ينزل يا بنت؟ هننزل. يا دي الكسوف يا دي الكسوف. هننزل ونطلع ونطلع وننزل. يا لهوي يا
والله وإن كتب لك الهنا والسعد يا فاطمه. سبحانه مقسم الأرزاق والبخوت اللي جمعته يا عثمان في سنين هتاخده فاطمة بغمضة عين. فاطمة دي بهيمي تعشر وترمي وبس. بقى اللي تشيل وتولد يا ولية تبقى بهيمة، أمال البور الخاوية تبقى إيه؟ قال على رأي المثل الحرباية تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، وإن كنت معدول تكفيك وتاخد ما تديك. حرام عليك يا بهيمة، ما تعملش كده عيب. يا ولية أنا جبت سيرتك، هو أنا قلت يا حفيظة يا حرباية؟ حرام عليكي، وسيبيني في حالي، سيبيني في اللي أنا فيه. يا أختي الله يكون في عونك، أهي جاتلك فاطمة المرة اللي بحق وحقيقي، اللي بعد 9 شهور بالتمام والكمال هنعرف هي من ست الدار، ولما الزمن يندار عالنعجة والحمار. والله واتنصفت يا فاطمة. يا عثمان عثمان يا عثمان، حد ينادي على العريس ليلة دخلته؟ انت اتهبلتي يا سلفتي ولا اتهبلتي؟ اخسى عليكي مرة ناقصة فخس. أنا أول مرة جيت هنا لما اتعرفت على الست من ده. أنا حاسس إني راجل تاني في بدني. يا أخويا بكرة تتعود على البدلة وتنسى الجلابية. وبعدين يعني متشائم. مش ديت برضك البدلة بتاعت المرحوم جوزك؟ يو؟ مش يمكن تكون بدلة مبروكة وفتحة خير؟ اشرب اشرب. اشرب. عارف يا ابو العيله انت كنت بتحب فاطمه ليه؟ عشان ما كان لكش غيرها، هي الوحيده اللي ايدك طايلاها. فاطمه دي عامله زي يوميتك اللي بتاخدها اخر النهار بعد ما تخلص الشغل، عامله زي شغلانتك في الطحون ما تعرفش غيرها. عمرك ما فكرت انك تشتغل شغلانه تانيه تجيب منها الجنيه اللي فاتوا ملايين؟ أنا عمري ما حلمت أكون أحسن أو أعلى، فكرش كده. جايز أني متعلق أوي بفاطمة، قصدي يعني كنت متعلق أوي بفاطمة، عشان فاطمة كانت راضية بعيشتي، متقية فيا ربنا، أهلي ومرحومة وعيالي. سرحت في ايه يا ابو العيال؟ عيالي، عيالي وحشوني. عيالك يا ابو العيال في الحفظ والصوم، بس انت بقى انسادي فاطمه وسنين فاطمه. فاطمه خلاص عايشه في عز ومش هتسلاي، وهتلعن كل يوم عاشت فيه في الفقر والعوز. طب انت ما تعرفيش فاطمه؟ My baby started to cry in vain.
ما بيعرفش يا نهار كذب يا بي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. مؤاخذة يا شيخ محمود، قصدي يا سي محمود، أصل حضرة جناب العمدة قال إن أنت ما أنتش شيخ ولا حاجة. مش كده وبس، ده قال كمان إن أنت ما أنتش شيخ ولا حاجة. برضه؟ أيوه. فإن تولوا فقل حسبي الله. عايز إيه يا وائل أنت وكامل؟ مش مسموح لك تدخل الجامع. ولا مسموح لك تدخل الجامع. برضه؟ أيوه. يا اخي اتجنيتوا انتوا؟ اتجنيتوا؟ انت اتجنيت؟ لا لا ليه؟ طب توكلوا على الله، خد كامل وروح توكلوا على الله يا ابوي، خلينا نقيم صلاة الفجر، خلي الناس تيجي تصلي، الناس العاقلة اللي تعرف ربنا. بقول لك يا سي محمود، حضرة العمدة قال إن أنت دخولك الجامع ده حرام شرعاً، ما تلبسنيش ذنوب، كفاية اللي أنا شايلها يا أخوي. هو يا اخي ياكلينهم شاربين سطلين مية ساقعة، أنتوا التنين قوم سكرتوا. أنت شربت مية ساقعة؟ ما شربتش مي. لا ليه؟ طب اوعى يا وائل، اوعى يا علي يا شيخ محمود. امسك يالا، وقف مكانك، ما تخلينيش اعمل تصرف هتندم عليه. ما ترفع عليه البندقيه يا وائل، دي اوامر جناب العمده واني خدام جناب العمده. السلام عليكم. تعال. السلام عليكم ورحمه الله. تعال يا شيخ مبروك، اتفضل شوف. اسمع وشوف. خير في ايه؟ خير؟ خير ايه يا راجل؟ التنين متخشبين واقفين قصادي ومرفعيني بالبندقيه زي ما انت شايف، ما عايزينيش اخش الجامع ولا نصلي فيه. اتجننت واليك؟ يكونش يا سي محمود عنده امر بكده يعني؟ اي قلت لي موائل، قال لي برضك، قال لي انا عبد العمده. اخص على دي بلد وعلى ده عمده. لا لا يا سي محمود، لا ما ينفعش تاخصن على الراجل وهو مش موجود، لا عيب. هتلبس نفسك ذنوب يا راجل، بدل الذنب الكبير اللي انت خايط فيه. ذنب كبير وخايط فيه؟ امال ذنبي ده يا ابوي؟ عرفني. عصيان ولي الامر يا سي محمود، يا مولانا اللي بتؤم المصلين وبتخطب فيهم، ولا مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز اطيعوا الله واطيعوا الرسول وايه؟ قولها وأولي الأمر منكم،
ولا تقيل على لسانك اياه؟ طيب هو ولي الامر بتاعنا جه في الجامع في وش الناس مانع صلاة الجامع، واحنا هنصلوا في اي مكان عشان اي مكان ربنا جعلهن مسجدا وطهورا. يا عم مبروك. لا ما تخلطش الامور يا اخويا، مش كل الارض طهر، فيه حتت طهره وحتت والعياذ بالله نكسه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. ما تلبسش الحق بالباطل يا سي محمود. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. يا عم محمود اللي انت بتعمله ده خبل وهبل. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزات ابن الكلب الشيطان. وسع يا أخوي بالحديد اللي في يدك دي. أنا مين؟ وأنت مين؟ أنا مين؟ أنت فاطمة؟ بجد يا بيت؟ أنت فاطمة؟ ياه الحلم بدأ يتحقق يا ولاد. أنا ياما حلمت يا بيت إن أنا وأنت لوحدينا كده في السرير. أنا مين؟ ايه تقولي ولا اقولك؟ طب تجيلي ولا جيلك؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ انا مش مصدق نفسي. ايه يا بنت الجمال دي؟ فاطمه مش معقول. ايه دي؟ انا اجاني ايه وبعدها لك يا فاطمه فيه ايه؟ مش هينفع يا اخوي، ماني قلتلك مش هينفع، ومقام السيح ما هينفع. سيح ايه؟ مش اكتر مني يا بنتي، انا تعبان. اسمع مني يا اخوي، انا خايفه عليك. ايه يعني انا طول الليل عمال احايل فيك واتحايل عليكي واضحك معاكي واقولك انا مين وانت مين؟ ايه يا فاطمه ما تخلينيش. لا والنبي يا اخوي، والنبي يا اخويا ما تزعل مني ولا تاخدني غصباني، اصبر بس حبه. اصبر حبه؟ ماشي هاصبر حبه. صبرت حبه اهو، كفايه كده ولا اصبر تاني؟ يا بنتي كده الصبر طال. اصبر بس شويه كمان هانت. ماشي ماشي. والله اصبر حبه كمان، انا صبر اهو. يا بيت يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. صباحية مباركة يا عريس. مش شاكرين يا أختي، سيباني بقى في الوكسة اللي أنا فيه. خش يا عتمان. أخش في إيه؟ خش في عيبي. خش في إيه يا بنت؟ أنت هتنكد عليا حتى في الصباحية؟ اهدي انت هنا يا حفيظي. يخرب بيتك، الاهي لا يصبحك ولا يرباحك. ايه يا بنت اللي انت لابساها دي؟ وماله يا اختي اللي انا لابساه؟ ايه اللي غيران مننا يلبس زينا؟ خش يا بنت استري نفسك بحاجه وتعالي، انا عايزاكي. عايزاني؟ عايزاني في ايه يا اختي؟ هو انا قادره اعمل حاجه؟ داني ما نمتش طول الليل والنوم كبس علي اخر كبساني. اصل عتمان ما نيمنيش. يو ده انت طلعت مسخره. بطني صداع الحمام.
الله اكبر الله اكبر. اهو النبي هي دي العرايس ولا بلاش؟ والنبي يا بنتي يا فاطمه، انا لو زي كده لكنت سويت الهوايل. تسلمي لي يا سلفتي، تسلمي لي يا حبيبتي يا غالي. اعملي لي فنجان قهوه سادي وفقشلي بطان انا وسيدك. شوفي الوليه الناقصه دي، بدل يا اختي ما تباركي لها وتديها نقطتها. خلي النقطه للي هيجيها نقطه. برايه يا درتي، داني بصباحيتي، ده انت شكلك انهبلتي اخر هبلاني. ايوه يا توتو، هجيب لك خيار يا نور عيني وجايه لك على طول. العمدي توتو. طب يا اختي ما تبقيش تنسي تليفي له ظهره. ماشي يا توتو، يا رب تموتوا. اي طب واه، خبر ايه يا ام الغايه؟ ضرب ابوزك من حداك لحد الحيط ليه؟ هنعمل ايه في العيشه والمعيشه؟ هنتصرف ازاي بعد ما منعوك من دخول الجامع واتمنعت الحسنه كانت بتجيلك من تعليم الولاد وتحفيظ القران؟ هو يعني تعليم الولاد وتحفيظ القران ما ينفعش الا في الجامع؟ ما ينفع هنا في البيت، مش لازم في الجامع يا شيخه العرب. يا ولي الرزاق موجود ونعم بالله. ربنا العزيز قال ايه في حديث قدسي؟ عبدي خلقت السماوات والارض فما اعياني خلقهن، افيعين رغيف اسوقه لك كل حين. يا ام الغايب احنا علينا السعي وربنا عليه الرزق والفرج. ربنا موجود. بقول لك يا محمود، انا عايزاك تعتني حبه بالقراطين اللي سابهم لي ابويا، اهو محصولهم يجيب لنا قرشين ولا اجرهم لحد يزرعهم. حاضر ماشي يا شيخه العرب نشوفوه، بس برضو انا ما عايزكيش تخافي وتحزني قوي كده، عشاننا في الله يا ام الغايب اقوى من الخوف اللي انت غرقانه فيه ده. ونعم بالله، ربنا يا رب ما يذلنا لحد ابدا. اللهم امين يا رب. فكيها عاد وفرفشي. ايه؟ يو على فين كده يا ست منتا؟ ما شاء الله، هي مروحة مصر صد رد كده فجأة عملتك يا فندي ومتقيف. ايه ما عجبش كده؟ على العموم أنا نازلة مصر دلوقتي ولازم أكون في استقبال عادل بيه. طب والعروسة؟ العروسة بقي هاتيها أنت وتعالي، أنا شفتها وعجبتني، مادام عجبتني يبقى أكيد هتعجب عادل بيه. ومال خلاص أجيب العروسة وأجي، بس أنا كنت عايزة أقابل عادل بيه وأتكلم معاه. عايزة عادل بيه في إيه يا روي؟ وكلامك معاه هيبقى في إيه؟ بص يا ست منتهى، أبو العيلة بقى جوزي وأنا مش ناوية أخبي عنه حاجة. اتكلموا وقولي عايزه ايه، انا متاخره ولازم امشي. عايزه عادل بيه يرضى عن ابو العيله. يعني ايه؟ يعني يبقى من محاسيبه، يقف جنبه ويسانده، يعني يبقى واحد من رجالته، وانا تحت امره في اي حاجه يطلبها ان كان انا ولا ابو العيله. وانت بقى فاكره ان عادل بيه هيستنى منك فلوس انت ولا ابو العيله مثلا؟ كل بحر بيحب الزياده يا ست منتهى، وبعدين احنا هنعمل له صيت ومركز في البلد وحواليه. هو يا حبيبتي مش محتاج لا الصيت ولا المركز في البلد دي. طب ايه هو يحتاج ايه؟ انت قولي لي بس وانا تحت امره من ايده دي لايده دي، بس كده يقوينا على عثمان واللي زي. وبعدين انت وعدتيني يا ست منتهى. طب ربنا يسهل، خلي البت تعجبه بس وانا هشوف. وان شاء الله ما عجبتوش، في مليون غيرها، دي البلد مليانه. بلد مليانه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا راوي؟ استنى انت بس يا ابو العيله هفهمك بعدين. تفهميني ايه؟ انت اتجننت يا بت؟ ولا اتاري اللي كانوا بيقولوها عليكي صحيح؟ بتجري في الاعراض يا راوي وعايزانا اساعدك؟ يا ده يا دق ايه؟ غبيه وهتودينا في داهيه. اعراض ايه يا ابو الهيله؟ ازاي انت عايز تحسبها كده؟ يعني بعد اللي عمله معاك العمده وما انتش عارف تنساه وتقولي اعراض وما اعرضش؟ ما قلت لك استنى وانا هفهمك. ده دي تفهميني ايه؟ تفهميني ايه؟ لو انا مستني انك تفهميني. قلت
قلتلك أبو العيلة له من تبنا وله زينا، وهيقعد كل شوية يقرفنا. أنا مش عارفة أنت ماسكة فيهم ومثبتة كده ليه؟ أهو أديكي شايفة أهو. ما تاخديش في بالك اللي قاله واللي عمله دلوقتي. أبو العيلة بس واخده الشهامة، بس لما يعرف إنه لما يسمع الكلام هيحط مدايس وبق اللي ظلمه مش هيقول لأ، وهينفعني وهينفعك كمان. طب هشوف، بس أنت ما تنسيش البت تبقى عندي بكرة، وعلى سنجة 10 مش هوصيكي. ما تشيليش هم. يلا سلام. مع السلامة. بتعمل ايه يا اللي تنشكي في ايدك؟ فاطنه وقعتي قلبك، ده انا بحسبك ام اقواق. ام اقواق ايه؟ ده انا هوديك في 60 داهيه يا بعيد، ده انا حد جنب العمده هخليه يوديك في توكل. ليه كده؟ ليه كده يا فاطنه؟ هوني بسرق ولا بسرق؟ ده انا كنت باخد كام بيضه افطر بهم عيالك، مش هاني يعني اللي هفطر بيهم. جرأي يا والي، انت صدقت ولا ايه؟ ده انا بضحك معايا. النبي يا واد يا حسن، تاخد بالك من العيال انت وحنان، وعايزه حنان كده تاكلهم كويس وتحميهم وتنضفهم، اللي رب ربنا يسترها معاكم. حاضر. خد يا والي دي عشان خاطر مصاريف العيال، خليها معاك واني بكره ولا بعده كده ان شاء الله هبقى اشقر عليهم. دي بقى انا عايزاك تديها للبت حنان وتقول لها فاطنه عايزاك تروحي تجيبي زياره من اللي هي وتيجي بيها لحد باب الدار، علشان اني في حاجه في دماغي كده عايزه اعملها وتقرع لها زرغطتين وهي داخله يهزوا البلد كلها. ايوه ايوه، بس حنان تعمل كده ليه؟ هتكون تعمل كده ليه يا اخويا؟ انا عايزه حافظه تهري. ايوه ايوه، انت عايزه كده حافظه. سنينك السودي. خلاص خد يا ولد، خد دي، خد كل دي. جيبي كام طماطماي. حاضر، عينيا الاثنين، وادي بصلتين عشان تحيقوا البطاطس. تسلم يدي. صينيه حلوه بقى كده وجنبيها شويه رز، واكلوا العيال. هي حاضر. سلام يا غالي. سلام يا حسان. مش قادر حتى تبصلي. ابصلك ايه يعني؟ اهو بقى هي دي البصه، ولا اني مش زي العوجه اللي بره؟ عايز ايه دلوقتي يا حفيظ؟ عايز افكرك باللي انت قلته، في حاجات اليومين دول بتحصل ممكن تخلي الواحد ينسى. وايه بقى اللي انا قلته؟ قلت ان فاطمه دي بهيمه وتعشر وبس، وملهاش قشايه في الدوار دي، ولا قشاي ولا حتى حصوة ملح. طب وانا قلت كلام غير كده ولا رجعت في كلامي؟ واذا كنت ما بتخافش من السيد اخويا زي الاول، اني ممكن اعمل اكتر، اني ممكن اروح لعنوان واخليه ياخد كل شبر منك. ايه ايه الزم الكلام دلوقتي يا حفيظة؟ وممكن كمان اخد ارضي منك اللي انت ساحب خيرها دي وعمال تصرفه على المعوجة بتاعتك. وممكن كمان. عارفة أنا بحبك ليه؟ ليه؟ عشان أنا اللي بحبك، مش عشان أنت تتحبي. وعارفة أنا ما بحبكيش ليه؟ ليه؟ عشان عمايلك اللي بتعمليها معايا دي. وعارف أنا بعمل عمايلي دي ليه؟ ليه؟ عشان بحبك. طب لو بتحبيني بقى سيبيني. من ناحيتي الله اكبر الله اكبر على الجمال والحلاوه والطعام. الف بركه يا زينه العرايس يلي اكيد اكيد عريسك هايس. ايوه اكيد اكيد طبعا، امال ايه؟ تا
طب اطلعي بره يا بنت الكلب انت والزياره بتاعتك دي. كتبت لي عليك انت واهلك. استحفظ اخراسي. ليه تاخد الزياره؟ خدها نقوله بها للعيال. بقول لك اخراسي اهو. بس يا بنت انت والنبي ما في كلب هنا غيرك يا حفيظه يا سهرانه انت. جرعي يا ولي هتعضي صاحبتي ولا ايه؟ يا حفيظه اللي انت بتقوليه ده انت اتجننتي ولا ايه يا ولي؟ شوف يا اخويا بتقول ايه؟ يعني مش كفايه البنت صاحبتي مكلفه نفسها الشيء الفلاني وجايبه لي زياره تليق بمقامك ومقامي قوم تعمل فيها كده؟ طب انا مش عادلك في البيت يا عتمان. يا رب يا رب يا اختي يا ده يا خد الدهيه يا رب. ما تخراسي بقى يا بنت انت اخراسي. وانت رايحه فين دلوقتي يا فاطمه؟ اروح مطرح ما اروح يا اخوي. انا مش قاعده في دار ماليش فيها لا ظهر ولا سند يحفظ لي كرامتي. انت فاكرني ايه؟ ولا الوليه الخرفانه دي فاكراني ايه هي كمان؟ يا بنت لم لسانك بدل ما اقطعهولك. استحفظي اتدخن اخراسي اهو. ما تخراسي بقى يا بنت انت يا بنت. بقول لك ايه؟ اخفي اخفي وديني وما اعبد. انا ما راضيه امد ايدي عليكي لايدي تتوسخ وعامله للراجل ده اعتبار. الراجل ده اللي لا طلع بيحبني ولا حاجه. طب بصي بقى بس بس. طب بصي بقى بس بس. هو ده اللي انت فلحت فيه؟ طب بس بقى يا وليه بقى اسكتي. وديني وما اعبد. انا خاف اقعد في البيت ده وانا بتوهم لاجيب عيل شبهك. اياكي يا رب ترجعي للشارع اللي لمت منه. شارع شارع يا ام شارع. كنت تيجي تشوفي الدار اللي العمدي جايبني منه. دار شرحه وبرحي مش المدفن اللي انتي قاعده فيه ده يا وليه. ده العمده جايبني هنا عشان انور له الدار اخليه يلعلط كده. عشان كده بقى يا حفيظي انا مش ماشي وقاعده على قلبي. جدع يا بنت يا فاطمه. والنعمه 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 لا خليكي تهري كده. تهري يا وليه كده لحد ما تطقي من جنابك. وانت بقى مالكش صالح بينا خالص ومش عايزك تتدخل في حاجه. احنا الاثنين نسوان ونعرف شغل بعض كويس. فرجيني بقى يا امك هتعملي ايه. اني اعوز منك انت يا جله. جله جدع يا حفيظه. ده انت ليله الجله متعصب 60 جله. بنت يا حمديه. ايوه بصي انا واقفه ساكته من ساعتها اهو وسامعه الهيصه كلها وما اتدخلتش زي ما قلت لك. بس هي بتنده عليا ارد. اخراسي. بس لازم ارد. ايوه جدع يا حمديه. بقول لك ايه يا بت. ايوه انا عايزاكي تدخلي على المطبخ تعملي لنا شويه حمام حلوين كده. سيبك من الكلام الفارغ ده كله. اصل العرسان الجداد يحبوا الحمام. حكيم يعني الحمام حامي. حامي يا حمام. عايزك يا بنت تدوق ايه دق كده ولا كفته. الحمام الحامي. حامي يا حمام. ايه دي بتقول لك ادق لها الحمام؟ هو الحمام بيدق؟ الحمام بيطير؟ لا ما هي بنت محدثه خدامه بقى وجايه تنظف هنا. انا اللي هوريكي النظافه. يا بنت الكلب. يا بنت الكلب. قعدتيني في حتتي. اعملي الحمام يا بنت الكلب. ايه الحمام؟ ده انا هطلعهولك الحمام. طب الحمام. يا بنت الكلب. ايه بنتي وحدي؟ جدعان براوح عليكم انتوا. يا حباتك. طولوا بقى. يا حباتك. واللي هتروحي. ايوه جيبيها من شعرها علميها الادب. احسن هات تعالى. ايوه براوه عليك براوه. وانت يا بنت برضه تعالى براوه عليك براوه. وانت هي الحق. هي الحق. يا بنت الكلب هتروح تخرب بيوك. اطلعي اوضتك يا بنت. بس يا ست اهدوا بقى. انت يعني يا غفير وائل من شرح قوي انك انت هتمنع الشيخ محمود من دخول الجامع. الشيخ ايه؟ ايه اللي شيخ دي؟ حضره العمده قال ان محمود ده ما هوش لا شيخ ولا حاجه وده أمر ميري. طب يا بتاع الأمر الميري محمود اللي من غير شيخ ده محمود حاف. لو جه وخد الناس وصلى بيهم برا الجامع زي النوبة اللي فاتت هنعمل ايه احنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا الصفوف وسدوا الفرج ولا تسمحوا للشيطان بأن يا ولدي خذ يا غلاته. تعالوا يا جدعان تصلي العشاء. تعالوا صلوا فرض الله في بيت الله. انت يا جدعان انت وهو بتهربوا من الجامع يا ظلمه. خليك خلي على رجله ده بلدي تريقله. روح حط لي نازل هناك دي العيال دي. يلا حط يلا. انا وانت ايه ما
مش هتصلي العشاء ورا الاخر؟ اللي صلي يلا اتفضل. الله اكبر الله اكبر. اهدي يا عثمان، والله العظيم ما هي دي بلدنا. بلدي بلدنا؟ لا دي بلد انا ما اعرفهاش. دي بلد ما فيهاش احترام للمقامات، ولا فيها كبير كلمته نافده ولا مسموعه. اني الناس تنفض حواليا في الجامع كده اهو، ويسيبوني كده واقف زي خبيت ايه؟ لا لا يا عمدي، بس مش ده المهم. المهم دلوقتي ان مفيش حد يسد مكان شيخ الجامع غيرك انت. ايه اني يا سيدي كلها يومين ثلاثه ويجي شيخ الجامع الجديد بتاع الحكومه ويفضنا من السراد. لا طب وعلى ما يجي شيخ الجامع ده، من اللي هيقوم الناس في الصاله يا عثمان؟ وانا اللي هقوم الناس في الصاله؟ جرايه يا راجل انت، وانت بقى تشتغل ايه؟ هتمسك العموديه؟ شوف انا عارف ان امامه الناس في الصاله دي شغلتي انا يا عثمان، بس فرصه وجات لنا يا عثمان. انت بقى تقوم الناس في الصلاه وتقول لهم كلمتين كده يلغوا الكلمتين اللي كان بيقولهم محمود عني وعنك. ايوه يعني، بس يعني انا ما انت عارفني يا مبروك. يا عثمان انت ايه؟ انت احسن واحد يخطب ويتكلم ويزوق الكلام. طيب سيبني كده اشاور نفسي وافكر فيها كام يوم، يعني على يوم الجمعه. جمعه ايه؟ جمعه ايه يعني؟ انت هتقوم الناس في صلاه الفجر الليله دي؟ ايه لو في حد في بلدنا بيصلي الفجر في الجامع، والله دي حاجه كويسه قوي. وكمان هتقومهم في صلاه الظهر وصلاه العصر وبعد حيلك حيلك. جرى ايه وانا هقضي طول اليوم في الجامع؟ يا عثمان فهمني، بعد صلاه العصر هتلم الناس وتقول لهم الدرس اللي كان بيقوله محمود. وما تقلقش يا اخي، انا هكتب لك كلمتين تحفظهم وتقولهم انت للناس. احفظهم ايه؟ لا 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 انا مش هعرف احفظ حاجه. لا يا عم انت ده هما كلمتين وبس، يعني حديث شريف على قول ولا اتنين معصورين، والباقي كله كلام بالبلدي عشان تبلف به الناس وتلف دماغهم وتسمعهم الكلمتين اللي انت عايزهم يعملوا بيهم في اراضينا ويرعوا بيهم مصالحنا. والله يا سيدي ان كان على الكلام البلدي يعني خد عندك، انما لو على حديث وكده انا يعني حافظ حاجات بسيطه يعني كده ومتنطوره ومش بالمظبوط يعني، ما انت عارف. ما تقلقش يا عثمان، انا هكتب لهم لك في ورقه كده تقراهم مره واثنين وثلاثه وبعدين تبقى تقولهم للناس، وساعتها يا اخوي لو اتلخبط ابقى بص في الورقه عادي محدش هياخد بالك. ماشي بس مش في الجامع، يبقى هنا. هتقول الخطبه هنا يا عثمان؟ لا مش خطبه، ده درس يعني، نجرب الاول في الناس هنا، والله الموضوع نجح يبقى نروح الجامع. وايه الزناعم دي يا عم؟ زناعم ايه؟ اسمها الزنا عم. ايوه. وايه بقى الرباطم؟ الرباطم. الزنا عم والرباطم. لا انا مش هقول اللي في الورقه دي. امال هتقول ايه؟ انا هتكلم كده بالبلدي. قول بالبلدي بس اوعى شيء. خش انت. وهو يدخل يا حاج يدخل. هو حد يلمس حاجه؟ بقول لك اهو. تعالى يا حاج اتفضل، كله يثبت محله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتوا طبعا مش عارفين انا جمعتكم ليه يعني. انا كان ودي كده ان احنا نتجمع كده ونقعد مع بعضينا ونتكلم في الاحوال يعني نقول كلمتين كده يعني في الخير، يعني نتكلم في الله. يعني رب العزه سبحانه وتعالى لما خلق البني ادم، خلق البني ادم عشان البني ادم يعبد ربنا. واول بني ادم ربنا خلقه مين؟ سيدنا ادم. فسيدنا ادم ده اول بني ادم اتخلق. على من مؤاخذه حضره العمده، سيدنا ادم مش بني ادم. مش بني ادم ازاي؟ لا طبعا بني ادم. ايوه مش بني ادم يا واد. انت بني ادم وده عفريت ده ولا جن؟ ما هو بني ادم. سيدنا ادم اول انسان. امشي يا واد اطلع بره. اني امشي بره. اهدى. ايه مفيش خيه ولا حشه؟ اهدى وترد عليا كلمه بكلمه. فزي ما قلنا ايه بقى؟ ان سيدنا ادم ده اول انسان، اول انسان ربنا خلقه. ومن بعد كده ربنا خلق منه انسانه اللي هي مين؟ ستين حواء. الانسان ده بقى لما انتشر بقى بشر. البشر ده بقى مش عاجبه حاله، كل واحد مش عاجبه رزقه ومش عاجبه حاله. يعني ربنا لما وزع العقول
كل واحد عجبه عقل وكيفه قوي، قوم لما وزع الارزاق ما حدش عجبه رزق، كل واحد بقى بص في ايد اللي قدامه وبص عند اللي عنده وما عجبوش رزقه. ليه؟ لانه غايب عن ذكر ربنا، ما بيحبش ربنا. فيه بقى ناس طيبه تحب ربنا وتسمع كلامه وتسمع كلام الرسل، قوم بقى فيه ناس تانيه والعياذ بالله تلاقيهم كده بقى تبع التبع وحسب الحسب، وليهم كده يعني ايه، تلاقيهم يعني نفسيتهم كده يبصوا للي عنده ويبقوا تبص لي كده ليه؟ في ايه يا عمنا؟ قوم اتكل على الله قوم امشي. قوم يا اخويا انت وهو، قوم يا اخويا، هو يلا بقى يا اخويا اطلع من الزريبه. قوم يا اخويا انت قاعد كده ليه؟ يلا قوم يا اخويا. يلا يا عمده يلا يا يلا هنا يلا يا يلا اهدي اهدي يا عدنان. ايه ما كنت ماشي كويس وعمال تقول كل واحد عاجبه عقله ومش عاجبه رزقه، ايه اللي خلاك قلقان؟ انت شفت ظهر لي ازاي؟ ايه دي؟ افرض يا اخي ظهر لك عادي. دي حسد دي. برافو يا منتهى برافو. تربيتك يا عادل بيه. قالت خمين بالظبط القالب اللي انا بحبه. وريني كده. لف يا اختي لف. نينا كانت هتنبسط قوي لو كانت قابلتك. بشويش يا عادل بيه. سبتيها لي كمان بريحه التينه. الله. نسيب العزول ونروح انا وانت يا قطه. يلا تصبح على خير. خدي بالك من عادل بيه وانت من اهله. النبي يا اختي الرجاله دي بتكبر وتتهب. غريبه قوي ايه اللي بيعمله ده؟ انا عارفه يا اختي. جرى يا بيتي يا لبيب؟ انت استنى هنا، انت رايح فين انت كمان؟ وانت يا اختي كل ما تشوفي شنب راجل تشكي عليه؟ مش يا اختي انجري من هنا، روحي شوفي شغلانتك في حته تانيه. جرى يا ابو العيال؟ هي ايه؟ أول ما قالت لك تعالي يا أخويا سبت إيديك ورجليك ورايح معاها؟ وأنا يعني كنت رايح معاها فين؟ طب يا أبو العيب خد بالك بقى يا حبيبي، الصنف ده هتشوفه كتير قوي في طريقك وسكتك، لما تشوفه يا أخويا ابقى سد ببانك في وشه، ماشي يا أبو العيلة؟ خلاص يا راوي. هو إيه أصله ده يا أختي؟ ما تخفي على الراجل شوية. يوه مش جوزي بغير عليه، وبعدين كنت عايز إيه؟ عايز ترقص؟ ارقص معايا يا أخويا، ارقص ارقص. أرقص يعني؟ أيوه ارقص ارقص. أرقص. الله ابو العيله مش جت قالت لك تعال معايا رحت معاها؟ يلا ما كنت عارف رايح فين. يا سلام مش عارف كمان ورايح معاها، انت عايز تجنني يا راجل. ارقص انت يا ام. ما ترقص انا ما بعرفش ارقص. ايه ازق نفسي يعني؟ ما تجننيش يا ابو العيله ما تجننيش. ممكن لسه هجنني. يا بيت يا بيت ده أنا وإنتي عرسان جداد، يعني عارفة يعني إيه عرسان؟ يعني فاهمة يعني إيه جداد؟ يعني لازما وحتما وضروري نتنيل بنيلة. يعني أنا لغاية دلوقتي لو حكيت لأيوتا حد إن أنا ما تنيلتش بنيلة ما هيصدق، ده أنا حتى لو حلفت له بأيمانات إيه ما هيصدق. دي حفيظة فاهم إن أنا وإنتي أنا مش مصدق. يا أخويا بس وأنا هعمل إيه يعني؟ اعذر بس كده يعني لحد بكره، وان ربنا ما فرجهاش نبقى نشوف حكيم. حكيم؟ حكيم ايه؟ ايوه يا اخويا حكيم، انا بقول يعني لو ربنا ما فرجهاش. لا ان شاء الله هيفرجها، وهيفرجها النهارده ودلوقتي. لا يا عثمان لا يا عثمان اخص عليك يا عثمان، احنا ما اتفقناش على كده يا اخويا. لا كده اهو. طب ماشي نامي يا فاطمه، انا هروح لحفيظه. استنى هنا حافظة، دي هي دي اللي انت تروح لها وتسيبني. خلاص مش هسيبك، اجيبها لك هنا كده يا عثمان. انت بتزعلني اهو. زعل بزعل بقى، انت هتقهرني. امال اعمل فيك ايه؟ ما انت هتنقطيني كده يا عثمان. كده يا توتو تسيبني لوحدي؟ يا توتو اخس عليك، يا توتو اخس عليك اخس. انت هتموتيني يا فوطو. خلاصي. عايز تسيبني وتروح لحفيظة؟
ما انت تعباني معاكي يا فاطمة، يعني لينيها شوية. اصبر اصبر بس، كلها يومين ان شاء الله. اصبر. ماشي أنا صابر. ورب الكعبة انت تنفع امام جامع. ما هي اصل الامامة يا عمدة ما هيش علم وباس. كم من ناس ربنا مديهم علم من واسع، انما ما عندهمش بقى حسن الاسلوب ولا برعة الالقاء. وانت يا عمدة يا عثمان، انت معايا يا عمدة؟ ايه انت بتقول حاجة؟ والله انا قلت حاجات كتير بس مش عارف اعيدها تاني. بلاش احسن، ملوش لزوم. ايوه افتكرت، كنت بقول ان انت تنفع امام جامع وعن جدار. لا بقول لك ايه، فضينا بقى من السيره دي، هي كانت مره وخلاص. انا مش هعمل في نفسي كده تاني، انا اصلا دي مش شغلتي، وبعدين دلوقتي انا مش طايق نفسي. لا 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 لا، فيك ايه يا عمد؟ الله مالك، مع ان اللي زيك يعني المفروض يكون مزقطط. ايوه المفروض ابقى مزقطط وبلعب وفرحان وبعمل للبدع، ما هني متجوز بنت زي وش اللبن. في ايه يا عمد؟ يا البنت فاطمه مزعله؟ مزعلاني الا مزعلاني، دي مغلباني الغلب كله. تصدق يا راجل، ده انا لغايه دلوقتي ما طلتهاش. يا ساتر يا رب. بقول لك ايه يا عثمان، اوعى البنت تكون عيان. عياني؟ ده انا اللي بقيت عيان بيه، انا اللي بقيت مش عارف اعمل ايه، وهي كل شويه حجج واعذار، وكل يوم حكايه وروايه ورغي، ونقعد نناهد ونلف وندور ونعافر، ولحد ما النهار يطلع وما طولهاش برضه. انا ساعات الشيطان بيقول لي ان البت مش رايداني، وساعات تانية انا مبقاش مشتاق لطلتها، لاني لما بشوفها ببقى عامل زي الرهوان كده ومش عارف اعمل حاجه، والبت يعني كده بتبقى ملعلطه كده ومقلوظه. انت بتبص على ايه؟ انا خلاص بقيت هتجنن، مبقتش عارف ايه يعني اعمل ايه. مش عايز اخدها غصبانيه، انا عايزها برضو برضاها وبنعومتها كده عشان حلاوتها ما تمررش وتمسخ. اقول لك يا عمده، عدم المؤاخذه يعني مفيش قدامك غير انك تاخدها غصبانيه ومش غصبانيه. ده ايه البواخه دي؟ هو ده وقت تريقه يا اخويا انت التاني؟ انا ما بتريقش يا عم، انا بتكلم بجد. امال ايه يعني غصبانيه ومش غصبانيه دي؟ اسالني وانا اقول. في حاجه كده يا عمده تاخد منها معلقه تحطها على كوبايه شاي وتسألها فتروح في سبع نوم، هي بتبقى دريانه بكل اللي حواليها بس ما تقدرش تعافر، وتصحى الصبح تبقى حاسه ان اللي حصل ده حصل بخطرها وبكفه. طب ايه المعلقه دي؟ ما تجيب لنا معلقتين ثلاثه يا اخي. للاسف يا عمده مش عندي، هبعت اجيبها لك الصبح ان شاء الله تبقى عندي. لا بكره، لا النهارده، وفي التو والحال انا خلاص بقى. يا سلام، جت على ليله يا عمده. هي تاخد معلقه كبيره ولا صغيره؟ والله انت ومقدرتك يا عمد. هو انا اللي اخد ولا هي يا اهبل انت؟ جزاك الله خيرا. بسم الله. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. بيت الحاج محمود فين؟ روح ايدك اليمين وين دراعك الشمال. ألف شكر يا حاج.
يا اهلا وسهلا يا مرحب يا مرحب يا مرحب. السلام. تفضل يا مولانا. ورحمة الله. شرفت وانست يا مولانا. تفضل تفضل. يا رب يا ساتر. خلاص امال يا ابو العيلي، كل حي راح لحال. انساه، انسى ان فاطمه دي كانت مراتك في يوم من الايام. ليه يا حسان؟ لو انت فاكر ان ابو العيله جوزي لسه بيفكر في فاطمه. قولي له يا ستي، قولي له فاطمة بقت مرات العمدة بالشرع والقانون. فاطمة خلاص دخلت بيت عثمان ودخل عليها. العفو عليك. تعالوا يا عيال. أما أم تعالي 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 يا زلوبة يا قروبة. أهلا يا حماد، شفت أمكم جابت لكم إيه؟ جابت لنا إيه؟ حاجات حلوة كتير. يلا يا محمد، يلا يا زينب، يلا خش جوه. يلا عايزة أما أم. معلش عشان نشوف جابت لنا إيه جوه. يلا يلا يا عيال، يلا تسلم يد. يلا وأنا جاية لكم يا عيال. ايه اللي جابك هنا يا فاطمه؟ غريبه والله. هو انا المفروض استاذن قبل ما اجي اشقر على عيالي يا اختي ولا ايه؟ وبعدين انا ما كنتش اعرف ان ابو العيله هنا، ولو كنت اعرف يمكن ما كنتش جيت. مالك يا اخويا مسهم ليه كده؟ ما تبصلي يا ابو العيله وما تتكسفش. فاطمه اللي قدامك دلوقتي يا اخويا مش هي فاطمه بتاعت زمان. وانا مش عايزاكي تخافي من ايتها حاجه. انا يا اختي ما عادش في دماغي دلوقتي غير ان انتقم من اللي ظلمني وبكيه بحسرته زي ما بكان. ده بس اللي شغل تفكيري، مش اي حاجه تانية. يعني ايه يا فاطمه؟ يعني كويس ان لقيتك هنا يا اختي، عشان لما كنتش لقيتك كنت جيت لك لحد دارك. حاكم كلامك لسه بيرن في ودني لحد دلوقتي. فاكرة ساعة ما قلت لي إن العمدة مسيره هيزهق مني؟ عندك حق، هو فعلا مسيره هيزهق حتى لو جبت له الواد اللي هو عايزه. ممكن بسهولة ياخده مني بإيده الطايلة. عشان كده أنا فكرت في كلامك كويس ولقيت إن مفيش غير حل واحد، إن أقطع له إيده الطايلة دي وتبقى مفيش غير إيدي بس هي اللي طايلة. سمعت يا أبو العيلة؟ يوم ما فاطني اتغيرت هي أوام أواه. انت كمان اتغيرت يا ابو العالي، اتغيرت خالص. كنت هتني يعني اتنضغ كده من اياته حد؟ طبعا كان لازم انا اتغير. انا اتبهدلت، موت امي واخدوا مني امي عيالي غصبانية. كويس ان انا لسه في عقل في راسي. وعقلك اللي في راسك ده هو اللي انت هتعرف بيه خلاصك. ولا براوة عليك يا فاطمة. عدونا هو هو، وغرضنا كمان هو هو، وآخرة مشوار كل واحد فيني هي هي. ولا انت أمنا من عثمان وكلاب البلد دول تشفي غليلنا؟ احنا لو اشتغلنا عليهم مع بعض هنسوي فيهم الهوايل. وانا يا اختي من ايدك دي لايدك دي. انت لازم تشوف لنا حل في الستر دي يا عمده. انا مش هستنى اكتر من كده. راويه دي لازم ننتهي منها خالص. حاضر حاضر. هو ايه اللي حاضر حاضر؟ انت
مش معايا خالص يا عمده. هو ساعتها جاي تبارك ولا جاي في شغل؟ بقولك بتهددني يا عيني يا عينك. ايه يا سيدي ما تخافش قوي كده، ما كانتش كلمه تعمل فيك كل دي. وبعدين راويت ايه دي اللي هنعمل لها حساب ولا وزن؟ لا انت مش فاهم يا عمده، بعد اللي قلتولي ده انا لازم اعمل لها الف حساب. خلاص نشوف صرفه في الموضوع ده، بس مش دلوقتي بقى يعني، بعدين، لان انا دماغي مش فيا. انا غلطان جيت لك يا عمده، بس خلي بالك لما الفاس تقع في الراس محدش هينفعك. معلش يعني ما تاخذنيش، اصل ايه مشغول كده بحاجه يعني ليها علاقه بموضوع. على كل حال الف مبروك يا عمده، بس خلي بالك وفوق لنا كده شويه، عايزين نشوف حالنا. ماشي حاضر. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلام. اعمل له ايه ده؟ هقول له ماشي حاضر. حاضر ماشي، ما هو مش عاجبه بس هعمل له ايه؟ ايه؟ ده البيت بهدليته. بركة انك جيت. اي والله، وكمان بيني وبينك فرحان قوي قوي انك جيتني. اولا كترتني ونورت البيت وهلت ريحتك الحلوه في كل حته. ثانيا انا كان لازم اقول لك كلمتين قبل تروح للراجل العمده ده. الراجل ده زنطار في الكلام، ولو جات سيرتي راح يجيبه ويحط علي، كرهني قوي وهيوغر صدرك من ناحيه. قبل ما تكمل يا شيخ محمود، انا بفضل الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما بحبش اسمع كلام من حد عن حد، يعني كلامك عن العمده رغم انك راجل كبير ووقور واكيد مش بتكذب، وكلام العمده عنك انا عارف طبعا ان في خلافات بينكم، لكن انا بحب اتاكد بنفسي، بحب اشوف بعينيا واسمع بوداني. ما شاء الله ما شاء الله، كلام موزون وعاقل. ربنا يخليك. بص يا شيخ محمود، اسمح لي يعني ان انا اقول لك حاجه صغيره جدا. الدنيا بتمشي في طريق غير الطريق وسكه غير السكه لما بنوكل الامور لغير اهلها. نعم. يعني ابسط لك الموضوع بس يا شيخ محمود، لو انت يعني مريض لا قدر الله بتروح فين؟ عند الدكتور. ولما انت بتعوز تتعلم القراءه والكتابه بتروح فين؟ الخواجة طبعا. كذلك الدين والإفتاء والإمامة لها أهلها ولها أصحابها اللي مسؤولين على إنهم ينقلوا العلم ده لبقية الناس. أنا مش جاي أخد مكانك يا شيخ محمود، أنا راجل درست في الأزهر ونقبت وبحثت وتعلمت علشان أنقل كتاب الله لخلق الله. الله 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 على كلامك الحلو يا ولدي. مدد مدد مدد، الله أكبر، ما شاء الله عليك. شاب وحلو الطلعة والمحية، وشك منور ودماغك مليانة علام يا ولدي. الله أكبر. ربنا يخليك يا شيخ محمود، علشان كده عايزك تساعدني في إن احنا نعمل كده. معاك يا ولدي، من إيدك دي لإيدك دي. بس والله والله قسما بالله يا شيخ عيسى يا ولدي، فضل. عمري وفي حياتي ما طلعت كلمة من خشمي إلا بحق وعن حق. والله يا شيخ محمود أنا ما قلتش إنك بتقول حاجة غلط للناس، وما قلتش إنك بتعلم الناس الحرام على إنه حلال ولا الحلال على إنه حرام. كل اللي بقوله إن مش كل واحد قرأ كتاب هيبقى واعظ، مش كل واحد قرأ له كتابين حتى لو نيته سليمة هيبقى مفتي وإمام وداعية. ولا يا شيخ محمود؟ تمام. والعمدة عثمان أصلح الله شأنه، مش ضروري نقول للناس إن هو ظالم، مش ضروري نقول للناس إن هو حرام، الضروري إن احنا نعلم الناس يعملوا إيه قصاد الظلم والحرام ده. وده عايزة كلام يا شيخ عيسى ولا عايزة علام؟ طبعاً عايزة كلام وعايزة علام. كل حاجة في الدنيا بالعلام يا شيخ محمود، مش بيقولوا في المثل الشعبي أخد الحق حرفة؟ مظبوط، كلام موزون. علشان كده الناس اللي قدامك دول لازم تفهمهم وتوعيهم، لازم تفهمهم وتوعيهم بحقهم. حقهم فين؟ ياخدوه إزاي؟ مش بالكلام الكتير والخطب يا شيخ محمود، لأن كلام كتير وخطب من غير طريق مرسوم ما منوش فايدة. الله أكبر عليك وعلى دماغك المنورة وكلامك اللي زي السكر. والله والله يا شيخ عيسى ولدي أنا حاسس إن ربنا هينصف البلد دي على إيدك أنت إن شاء الله. وعلى إيدك معايا يا شيخ محمود. يا رب يا رب. راحت فين دي؟ راحت فين؟
العافية يا عم. انت خرجت رحت فين يا فاطمة؟ اهدي، انت غيران علي ولا شاكك في؟ لا 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 يا اخوي، ده انت اكتر واحد عارفني اكتر من اي حد. وبعدين يعني ينفع تشك فيا كده واحنا لسه ما عداش على جوازنا يوم؟ وفي واحده برضو تخرج كده ولسه ما عداش على جوازها يوم؟ يا اخوي عيالي وحشون، رحت اطل عليهم كده واخدهم في حضن. ايوه ايوه، يعني انت كنت عند العيال؟ ايوه يا اخويا كنت عند العيال، حتى اسال الواد حسان. ولما انت عايزه تشوفي العيال ما قلتليش يعني ليه؟ انا كنت جبتهم لك لحد هنا. يا سلام يا اخويا، تجيبهم لي هنا يعني ازاي؟ يعني ازاي وانت شايف يعني حافظي بتحبني قوي عشان تحب عيالي؟ دي مش بعيد تسمهم لي. لا تسمهم ده ايه؟ وانا رحت فين؟ ده هي لو سميتهم انا احفظ اساميهم. استنى 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 كده، في ايه؟ ايه بقى الكلام اللي انا سمعته ده اللي يسم البدن؟ كلام ايه وبدأ؟ خلينا في البدن وسيبك من الكلام عشان انا عايز. قال انت يعني ناوي تاخدني بطن تشيل وتحط وبعد كده تطلقني وترميني في الشوارع؟ انت عرفت ازاي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ايه الكلام الفارغ العبيط ده؟ انا برضه اقول كده؟ اهل البلد هم اللي بيقول. سيبك بقى من البلد واهل البلد وخليكي معايا انا. ده انا يا بنت انا ايه؟ بصي بصي، قلبي قلبي ما فيهوش غير فاطمه. يا لهوي فاطمه فاطمه فاطمه. ايوه كده، ايوه ايوه. يا عمدي فيه ايه؟ الحق يا عمدي. فيه ايه؟ اخوك اخوك في الارض ومعاه رجاله وبيقيسوا الارض وبيدقوا حديد وبيحطوا علامات. صحيح الكلام ده يا ولد؟ ايوه شفتهم بعناية جناب. اجري حضر الكريتة ولم الغفر هلبس واجي. حاضر جناب. جنب الجهاز. يا حضرة العمدة. عايز سلاح الركات. السلام عليكم. لو سمحت يا حضرة. بعدين بعدين. بس عايز اقول بعدين. يا عمدة. ما دام قال لك بعدين يبقى بعدين. ايوه بعدين امتى يعني؟ بعدين بعدين. يا استفاطمي بقول لك ايه يا بت؟ ايه؟ انا صاحيه كده النهارده مزاجي رايق ومبسوطه وليا مزاجه اتعكنن، تعملي ليش كده فنجان قهوه حلو بدل المعفن ده وتغسليه كويس وتجيبي لي فنجان كده يشقلب لي دماغي؟ اشقلب لك دماغك؟ عيني حاضر. خزقت عينيكي يا ولي، انت رايحه تعملي ايه؟ اعمل لها فنجان قهوه يشقلب لها نفوخي؟ لا تروحي تعملي لها فنجان قهوي وتجيبوه لي علشان عايزه اشربه. يشقلب لك نافوخك برضو؟ ايوه. حاضر. يا حول الله يا رب، لا اله الا الله. خلاص، ما هو الاحترام راح زمانه والمحن خد مكانه. هي حصلت يا حمديه تقولي لي محن؟ لا ما اقصدش يا لا محن ولا كهن، يعني هي ما تقصدش حاجه خالص. طب روحي يا حمديه، روحي يا بنت اعملي لي فنجان القهوه اللي قلت لك عليه. روحي بدل ما انت عارفه انا عملت فيكي ايه المره اللي فاتت. إيه؟ اصلا انا قلت لك قبل كده ضرب الشبشب ده كيف، وشكلك والله عايزه تتكيفي. لا ربنا ما يجيب كيف النهارده. طب روح. حاضر. روحي. النبي روقه. الله اكبر، ابعد يا شطار. اه يا وطي،
قومي فزي يا بت من هنا، قومي عشان تجرب. يا ساتر يا ساتر، واني اقول العمده بيتهرش ليه؟ اتريح منك يا جرباني. تلاقيه يا اختي بيهرش من ساعه ما شافك. ليه يا بت؟ ده انا قشطه. انت مش شايفه يا بت البياض؟ شايفه يا بت البياض والحلاوه يا بت؟ اتفرجي يا بت وملي عينك يا بت. يا وطي اهري كده اهري. الله يخرب بيتك يا عثمان، جبتلي زباله النسوان. اي يا عرة النسوان، يا خدامي يا وطي. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت؟ اهري. ده انا حواريك اللي ما شفتيهوش يا حافظه الكلب. اللي انت بتنايله ده يا علوان؟ امشي من قدامي دلوقتي يا عثمان. ايه اللي بتعمله ده يا خرفان انت؟ امشي يا عثمان، ما تفرجش علينا الناس يا عثمان. انا برضو اللي بفرج الناس علينا، وانت اللي بتعمله ده يبقى اسمه ايه؟ وبتقول لي امشي يا عثمان؟ بتهدد اخوك الكبير عمدة بلدك؟ اخويا ايه بعد اللي عملته يا عثمان؟ انا خلاص مبقاش لي اخوات. لا والله بقى كده. انت يا غفير انت وهو عمرك يا عمدة امسكوه. هات ياد كرباج. حس بقى ان احنا ما بقيناش اخوات، يبقى ما فيش بينا بقى غير الحق والمستحق. وانا بقى ناوي اخد حق تالت ومتلت، وهوريك العمدة عثمان ممكن يعمل ايه. سجالة قلعوه. مش كده يا عمدة عيب؟ يا عمدة مش كده يا عمدة عثمان؟ وانت مين؟ يا اخي مش مهم انا مين، اعتبرني ناصح امين. طب اسمع بقى يا ناصح، لو ما خفتش من قدامي دلوقتي هقلعك واحطك معاه. امين يا عم. ده حرام عليك عشان انت تعرف والبلد كلها تعرف ان العمدي ما بيفرقش في الحق ما بين القريب والغريب. الحق حق يا بلد، واي حد ياخد حق حد أنا هرجعهوله، ولازم يتربى حتى لو كان أخو العمدة. زاد ذاته. سامعيني يا بلد؟ عشان تعرف إن العمدة ما بيفرقش في الحق بين غريب وقريب. أنت حد كده يا نايس يا دون؟ صحيح ما يبلاش عينك غير التراب. اخرس يا ولية اللي ناقصه تربيه، اخرس يا اديك على وشي. اسكت جاتك نيله تشيلك. بدل ما تتشطر على اخوك يا اخويا روح اتشطر على حفيظه اللي تدلي لها رجليها عليك. اطلع يا رب. قوم يا اخويا، قوم يا اخويا، هات يا بنت جلابتها موك ويمشي. والله ماني سايبك يا عثمان. والله ماني سايبك يا عثمان. هاتي منك لله يا عم، منك لله يا عثمان. لا لا تكسب ولا تربح. البس البس يا اخويا، البس حسبي الله ونعم الوكيل. وهي يعني العين تعالى عن الحاجب ولا تعالى عن الحاجب؟ بس ما تزعلش مني يا اخوي، انت اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان، عشان سبت لهم الحبل على الغارب لحد ما طمعوا فيك وبقوا عايزين ينهشوا من خيرك. يعني انت مش معيباني في اللي انا عملته في الواد علوان ده؟ قطعه وقطعه سيرته، ده واد طماع. وان اللي يطمع في مال جوزي ولا مال ابني اللي جاي جاي ان شاء الله يستاهل قطع رقبته قبل ايده. قولي لي يا فاطمه، انت بتحبيني زي ما انا بحبك؟ الا بحبك داني بحبك حب. يعني انت تعمل لي ايمي وتسددني وتتجوزني وتحبيني الحب ده كله وبتسالني بحبك ولا ما حبكش؟ ده اني احطك جوه عيني واتكحل عليك. Thank you.
يو استنى يا بنت لا بلاش التزغزيخ ده. الله ده انا يا بنت استنى يا عمدي ايه بلاش شغل عيال صغيري ده انا بضحك يا بنت استنى قطعت وقطعت سيرتك يا حفيظه اللي ما عملتيها مره وهي حفيظه دي ست ايه والله انا مش عارفه انت اتجوزتها على ايه ده انت نفسك حلوه خالص يا بنت يا بنت قدامي بالراحه بالراحه اهو بالراحه ايوه بس ثاني يعني في حاجه كده مستغرباها حاجه ايه يعني يا اخويا كده بحسك يعني بتعمل لها الف حساب ليه يمكن عشان اخوها اني لو منك ادبر له قضيه وارميه فيه واخلص منه خالص لا لا يا بنت لا السيد ده برضو مهما كان صاحبي مش بقولك انك طيب وعلى نياتك اهو صاحبك دي داير يقول في البلد كله انك ما تقدرش تقيم عينك فيه ولا حتى تزعل اخته حفيظه عشان مسك عليك اللي ما يتمسك ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده جبت الكلام ده منين من اهل البلد بس نقول ايه ما هو دايما الكلام كده يجي عند صاحبه ويوقف ناس ناقصين بحقه حقيقي ايه والله عايزين جنازه ويشبعوا فيها لط بس هو العيب مش علينا العيب على داير ياخد من البلد يمين وشمال ويهلب فيهم ويهددهم ويقول اذا كنت تاني قادر ابهدل العمده بتاعكم ده واجيب مناخيره الارض مش هقدر عليكم انتوا يعني يا بلد الكلاب ايه والله بس اقول ايه اسره ما دام طلع صاحبك يعني انا مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده بس انت واجب عليك انك تعاتبه يا عمده ايوه لازم تعاتبه بحق الصحوبيه اللي بينكم عاتبه عاتبه على ايه ولا ايه ايوه خلينا في التزغزيغ احسن ده انت طلعت ايه دي يا حلاوتك يا جمالك يا بيت ايوه كده هو ده الجواز هو ده الجواز جاتكو 60 نيله ايوه ايوه يا بنت اتجوزيني اتجوزي ايوه كده ايوه ده بقى ده استنى نشف ده الاول ماشي نشف ده الاول نشفي يا اختي نشفي شايفه اللي بتنشف ياللي نشفت دم ربنا ينتقم منك ايوه ايوه كده ما شاء الله ايوه يا بيت ايوه يا بيت بلاش بقى التزغزغ هنا بقى ايه لسه هنبدا بقى. من الاول من الاول تاني يلا هات رجلك خدي خلاص مش مكملي لا البتاعة دي خشنه خشني؟ ايه نصبنها لك الأول ماشي ايه يا سلام يا سلام يا سلام أهو ايوه بالراحة يو